دائما من بيروت وبرنامج ببيروت مني ومن فريق عمل برنامجنا تحية كتير كبيرة لكل عم بيتابعونا اليوم على الـ LBC وكمان من حي كل اللي انضموا لمتابعتنا على قناة روتانا خليجية. مثل العادة دائما برنامجنا بيجمعنا نحن وياكم لمدة ساعتين ونص من الوقت مترافق فيها أنا ونيفين. مساء الخير نيفين. مساء النور ساشا. مساء الورد. كيفك؟ اشتقت لك. وانا كمان. انا بحيي مشاهدينا كمان وكل نهار ثلاثة مثل كل نهار ثلاثة عنا محطة مع الطب النفسي مع المعالجة النفسية الدكتور ماري أنج نهرة، وايضا ما رح ننسى العناية بالبشرة مع اخصائية العناية بالبشرة كارول زمرود، واكيد غيرها من الفقرات المتنوعة والمميزة نتعرف على ابرزها نحن وياكم بهاللمحة السريعة. اليوم في ببيروت مع معالجة البشرة وخبيرة مكافحة الشيخوخة كارول زمرود نتعرف إلى تقنيات وأفكار جديدة. كيف تتحول الموهبة إلى مهنة؟ سؤال تجيب عنه دكتور ماريون جنهرة. الكاريزما العنوان العريض لفقرة سونيا صباح. كيف نخسر الوزن خلال الصوم في شهر رمضان الكريم مع لانا فايد عريسي، وغيرها من الفقرات والضيوف والتقارير العالمية في حلقة غنية كما عودناكم، فابقوا معنا. خليكم معنا، هول هن فقراتنا ومواضيعنا لحلقتنا لليوم وموضوع جديد كمان مثل ما ذكرنا ببداية اللقاء مع كارول زمرود. كارول، شو محضرتي لنا اليوم؟ شو جايبه معك اغراض وقصص وهيك؟ ايه بابا ممنوع دايما انا قبل تجي ايدك فاضيه دايما لازم حمل يعني. مساء الخير اول شيء لكل اللي عم بيتابعونا. كل نهار ثلاثه صار في عنا كثير 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 من السيدات بكل العالم العربي صاروا عم بيتابعونا وناطره فقره التجميل وبيصيروا يسالوا شو في شيء جديد، شو نازل شيء جديد. اليوم موضوعنا شوي سبيسيال وغريب، رح نحكي عن منطقه الفراشه بالوجه. للي ما بيعرفوا شو يعني منطقه الفراشه، الفراشه هي محل ما بنحط عوينات الشمس، يعني البابيون يلي بينتد من الصدغين بيغطي العيون، فوق العيون تحت العيون، العبسة، المنخار، من جوا لتاني ميل. فاذا هيدي هي الفراشة، المنطقة اللي رح نشتغل المنطقة عليها يلي اليوم. فيها هلا بدنا نعدد شوي المشاكل اللي فيها بعد شوي بالفقرة، فيها أكثر من 25 مشكلة. فاذا رح نشوف اليوم شو هن مشاكل الفراشة، كيف يتعالجوا بالعيادة، ورح نعمل وركشوب صغير ونعطي كم نصيحة للمشاهدين أكيد بعد شوي بفقرة التجميل. رح نكون معك بعد شوي مثل ما ذكرتي كارول بسياق لقائنا. بننتقل لعند نيفين ونتعرف موضوع جديد مع سونيا صباح. انك تكون كاريزماتيك هالموضوع له قواعد واصول، ما تستغربوا، ولكن رح نفوت اكثر بالتفاصيل مع خبيرة الصورة والاتيكيت سونيا صباح. اهلا وسهلا فيك سونيا، كيفك؟ الحمد لله. سونيا، كيف فينا نربط بين الاتيكيت والكاريزما؟ اوكي، الاتيكيت هي نوع التصرف واكيد جزء من الصوره تبعيت الشخص، سو هيدي الطريقه كثير مهمه كيف واحد يتعلم يكون كاريزماتيك. هل هالصفه بنكتسبها او بتخلق معنا؟ اوكي، كثير ناس بيفكروا انه شخص خلقان عنده كاريزما، بس لا، فيك تتعلمي، وحالة شخص مش بس سياسي او معروف في يتعلمها. شكرا سونيا، رح نفوت اكثر بالتفاصيل خلال سياق حلقتنا. وهلا عوده لعند ساشا. اوقات كثير منعصب، بنحس حالنا هيك مخنوقين، بنحس بشعور بالياس وحاله توتر، ودائما بنسال حالنا شو السبب. هذا الموضوع مرتبط بافرازات الغدد بالجسم، ورح نتطرق بالتفاصيل عنه ونحكي مع الاخصائيه بعلاج الغدد والسكري دكتور باولا عطله. رح نحكي عن اسبابه وتشخيصه وابرز العلاجات. هولين باختصار مواضيعنا لحلقتنا لليوم. رح نتوقف مع اول فاصل اعلاني ببرنامجنا، وبندعي كل عم بيتابعونا على الـ LBC وقناه روتانا خليجيه انضموا لنا بعد البريك. هيدا الجزء الثاني من تغطيتنا الخاصة والحصرية لكان فيلم فيستيفال والدورة 67. مدام كارولين دايما عندها انتوش دو جلامور لمهرجان كان. لحد الآن لازالت الجزائر هي الوحيدة متحصلة على السعفة الذهبية. السنة بتكون أحلى سهرة، وأحلى شيء فيها إنه الهدف اللي بدنا نعمل كرماله هيدي السهرة، كل العالم تجي من فرنسا ومن لبنان ليدعموا جمعية لزامي دي لوبون، وهي أحلى شغلة. سباق النجوم وسباق أيضا المصممين.
amazing, beautiful ambiance and beautiful people. نتابع ببيروت، وشهر رمضان قرب ونحن جزء كبير من فقراتنا خصصناه لها الشهر المبارك. واليوم بضيافتنا اخصائيه التغذيه لانا عريسي. ولانا اكيد رح نشوف نحن وياها كيف لازم ناكل خلال هالشهر المبارك وشو ما لازم ناكل. اهلا وسهلا فيك عن جديد لانا. بونجور لانا. هيك جايبتي لنا بعض الماكولات لانه بالفعل يمكن خلال هالشهر كثار من الاشخاص بينصحوا لانه في صوم لساعات طويله خلال النهار وما بعد نعرف نختار يمكن الماكولات الصحيه. شو بدنا نبلش اول شيء؟ بونجور ساشا، بونجور سونيا، بونجور ليفين. ليفين سوري. اليوم التوبيك تبعنا هو سلوغن اللي نحن ماشيين فيه، شهر رمضان مش بس ديتوكس يور سول، كمان ديتوكس يور بادي. يعني ساشا يو دونت نيد، منك بحاجه اذا انت صايمه تاكلي زياده عن طاقتك. اوريدي عم نحكي للناس اللي وزنهم طبيعي، عندهم وزن طبيعي ما عندهم اقل، يعني عندهم مخزون دهن كافي تو سستين هيدا النهار، سو هن منهم بحاجه انه يزيدوا اكلهم. بلس طبيعيا نحن لما نقعد تقريبا عندك 10 ساعات ما عم تاكلي، يور ميتابوليزم عمليه الايد تبعيتك بتخف. نعم. سو انا اليوم اللي جايبته شفتوا كل هالكميه الاكل الكبيره هي لنقول انسان عم بحاول يخسر وزن، ست ليتس سي ميدل ايج، تعمل رياضه، بنعطيها لنقول حتى تخسر وزن اراوند 1300 كالوري. انا جايبه افطار ال 1300 كالوري. نحن وعم نحكي عن الافطار حتشوفي انه قد ايه نحن ممكن ناكل ونشرب زياده ونحن مش حاسين وما نكسب وزن كمان هون لتضعفي كمان. حتشوفي انه كميه اكل كثير كبيره كمان لتضعفي. حبلش يلا. عادة نحن على طول بننصح لما بدك تو بريك يور فاست تكسري الصيام تبعك نبلش بتمره. التمره هي حتى لانه انت اخر شيء اخر ساعات الصيام معدل السكر بدمك بيكون كثير كثير واطي، مشان هيك الانسان بيكون كثير تعبان. سو اكثر شغلتين نحن بحاجه لهم تو ريبلانش اللي هن السكر وعندك الالكترولايتس، لانه خلال النهار سبيشلي نحن هلا جاي رمضان ايام صيفيه، سو ممكن خلال عمليه التعرق تخسر كثير الكترولايتس يعني معادن. سو العالم اول شيء بننصحهم يبلشوا بالتمره. تمره 20 كالوري. اوكي التمره هي كثير غنيه بالمعادن، موستلي بوتاسيوم مغنيسيوم، بتحاول انه تطلع السكر شوي بالدم. تمره وحده مش ثلاثه، لانه تمره وحده عندها 20 كالوري، ثلاث تمرات ساعتها نحن مضطرين نعوضها. اكزاكتلي نعوض بشيء شيء ثاني، قطعه فواكه. اكزاكتلي نيجي. سو تمره وحده خمس دقائق مثلا يقوموا يصلوا نرجع نجي. اللي بيصير برمضان وانا هلا عبالي اعمل اعلان للحلقه اللي جايه، العالم بيصير بروفيشنال بالعصير، يعني عصاير ما بعرف انا كيف بدي اقول لك كثير قديمه، مثل عصير السوس والجلاب، امر الدين بسموه نقوع، عصاير يعني انواع كثيره، انواع كثير كثير كونسنتريتد بالسكر. اللي انا حاعمله جايبت لكم قدامكم كل كبايه عصير قديش الاكيفالون تبعها بالسكر بالفواكه. هيدا اللي رح نحكي عنه بالحلقه اللي جايه ان شاء الله. سو بليز اتبعونا لانه عن جد كثير مهمه، وبتشوفوا من وين عم بيجوا الكالوري الزياده وكيف عم ننصح. اوكي. نص كبايه عصير يعني عباره عن قطعه فواكه، هيدي كمان مشان كمان نرجع مي ونطلع شوي السكر حتى لما نحن بدنا نجي لناكل ما كثير يكون عم ناكل بشراهه. طيب شو انسب عصير مثلا؟ اي شيء فريش. اوكي. في بقى فيتامين سي يعني جريب فروت، اورنجز، كاروتس، بندورة. بس كاروتس مش بيقولوا فيه كتير كالوري أكتر من غيره أكتر من بقية العصير؟ مثل نفس الشيء exactly. بالعكس الكاروت فيك تحطي شوي أكتر لأنه في بقلبه سكر أقل كسيمبل شوجر من الفواكه العادي. أوكي. عصير الجزر يعني. So, 60 كالوري. أنا حاطة هون سكجول آخر شيء. أوكي. إحنا شربنا هلا أخذنا التمرة صار عندنا 80 نص كباية، ما ضروري كباية بكاملة. خلصنا بزيت الكونسبت إنه نحن بدنا نفوت الكترولايت، تجي السوب شوربة. اوكي الشوربه. هلا كمان اجين الشوربه شو نوعيتها كيف بنطبخها؟ نحن ما بنعوز هيدي شوربه الجزر مثل ما كنت انت عم تحكي، كمان نحن فوتنا بتا كاروتين
فوتنا مي للجسم، اوريدي كمان اخذ حيز كثير كبير من المعده. اوكي؟ هلا انا اللي بس بدي اقوله طريقه الطبخ، يعني بصراحه البيت كلياته، المجتمع كلياته متعلق بست البيت، بالمانجمنت تبعها، بتنظيمها والبروجرامينج. يعني انا مثلا بقول بدي اعمل تطبخ كمان exactly. بس بشهر رمضان تطبخ بعاطفه اكثر، بتكون انه كل البيت مش صح. اكل يلا زبده السفره بس اللي انا بدي اقوله العاطفه بليز تصير بالاورجنايزيشن مش بالزبده، يعني فيها 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 تخفف زيت، فيها تحط اعشاب. نحن ذيس از كريم اوف كارت، نحن كيف عاملينها؟ حاطينها بحليب فات فري، صدقيني كثير طيبه. خلصنا الشوربة وصلنا نحن للفتوش. لاحظي سبحان الله، ليش الفتوش؟ الفتوش بيحتوي أكثر سلطة بتحتوي على كل أنواع الخضرة، الخضرة من اللايكوبين اللي هو بالبندورة، من الجرين بابر اللي بقلبه فيتامين سي، من الرادش، من كل أنواع الخس، الركة، البقلة. طيب نحن بس الفتوش عملنا منه هو طبق كتير صحي. أوكي كلها سوا هيدي مثل ما نكون شايفينها ما في 80 كالوري اند موستلي اكونتد من ورا التوميتو. بس لما نحن ندلق الزيت، يعني العاطفه اللي عم تحكي عنها لما تندلق بالزيت بليز ما بتعوزي، يعني انت ليتس سي كيف الـ كيف الاورجنايزيشن، انتم بالبيت ست اشخاص، اعملي حسابك انه لكل شخص يطلع له معلقه زيت، هيدي اوريدي كل معلقه زيت صغيره 45 كالوري. في ناس كثير بحبوا دبس الرمان، طيب معلقه الدبس الرمان الكبيره عم نحكي 40 كالوري كمان مع الأصغيرة، يعني بطريقة أنه هيك الطعم تنكه شوي الطعم، بس أنه ما تكون عم تسبح بالزيت. وما ننسى الخبز المحمص يعني أمرار أو المقلي مع الفتوش، ما في ضرورة، لأنه هلأ بتشوفي لما أنت you are on a weight loss diet ساشا في عندك كميات servings معينة من النشويات من البروتينز. أوكي أنت لما تكوني صايمة كل النهار ما عاملة هالأكتيفيتي الكبيرة، أنت منك بحاجة ريلي لنشويات. What you really need هو بروتينز حتى تضلك محافظة على الكتلة العضلية تبعيتك. أن مثل ما قلنا كنا كتير عم نركز على المي على المعادن، مشان هيك مبلشين خضرة خضرة خضرة. أوكي. هلا بعد الفتوش، بعد الفتوش وصلنا للأبيتايزر خضرة. أوكي لاحظوا الأبيتايزر، صدقيني هلا لما أنا بكون عم بعطي دايت لست 1300 كالوري أنا بقلها من الأبيتايزر عندك قطعة نشويات وحدة. يعني قطعة نشويات إذا مبين معنا هي يا أما اثنين أقات جبنة مشوية أو اثنين صفيحة بعلبكية مبين قديش حجمهم. أوكي يا أما ثلاثة فطاير سبانخ صغار يا أما قطعة بيتزا قطعة واحدة. هلا هول عادة من ساشا يعني الاثنين عم تقولي ثلاثة عادة ما بصير، يعني حقول لك نحن شو بصير عنا قولي هيك يعني اللي بصير تسلية تسلية مشان هيك اتس اول ان ذا مايند اتس ا مايند سيتنج. لما انا اكون قاعدة ومشويين كمان مش انه مشويين هون كمان دور سلسله برمضان على الصيام بنكون جايين وحاطين يلا بدنا ناكل تختاري ايه يعني بعد ساعات طويله يلا لازم ناكل كانه نحن واجب ناكل كثير. كل حلقاتنا هي توعيه بليز اتس ا مايند سيتنج، انتم ما بحاجه. لاحظوا لما نحن عم نحكي قديش في كميه اكل عن جد ما بتعوزي اكثر من هاي مع هيدولي صحيح. او ما بتعوزي اكثر من اثنين من هيدول صحيح. عم نحكي بعدنا نشويات، اوكي؟ نحن هون حطيتهم اكيد هيدي فيها شوية بروتينز، بس قلنا من الابيتايزر بيطلع لها واحد نشويات، اكيد إذا رجال نيفين عنده أكثر، عم نحكي إذا ولد كمان هيدي بحلقة اللي جاية بدنا نحكي صيام الأولاد شو لازم ياكلوا، شو لازم ما ياكلوا، سبيشلي إذا عندهم وزن زيادة، اوكي وسبيشلي إذا they are underweight وقرروا يصوموا كيف لازم نحن نتعامل أوكي. معهم غذائياً، اوكي؟ خلصنا مشان الابيتايزر كنشويات يجي البروتينز. شو افضل نوع البروتينز؟ هو البيض. اوكي هيدي عباره عن بيضه واحده. الست على الابيتايزر انه لا بيطلع لها واحد نشويات واثنين بروتينز. سو قلنا مثلا حورجيكم قدامكم انا بفتكر هيدول اوريدي انا عم بطلع فيهم بالنسبه لي كثير كتار. اوكي تفضلي هيدي 1 بروتينز عباره عن 30 ل 40 جرام وهيدي بيضه. هيدا الابيتايزر مع الفتوش مع الشوربة والعصير مع العصير وجايين هلا جايين على المين كورس. اوكي بس اجين بليز انا اللي عم برجع اذكره. طيب كيف حضيت حضرتيها من البيض؟ البيضة بتجيبي بيضة بتخفقيها مع زيت صغيرة بالمقلية. هلا انا جبتها سمبل بس اللي انا بعمله عادة لاولادي حتى لي غنيها
نحط شامبينيون فري مشان الفوليك اسيد. انا على طول عم بقول هلا عم بيحكوا كثير بالشامبينيون، اتس ريلي ا ماجيك فود ذات ايد ويت لوس، كثير بيساعد ما نخسر وزن. نخسر وزن الفطر. اوكي اوكي. اند هيدول مشويين. اوكي اوكي. بتعملي عجينه رقاق جبنه لايت، نحن بنعمل كومبينيشن على الكاوي وموتزاريلا لايت حتى شوي تعطي طعمه. كنا عم نقول انه مثلا على البيضه فينا نزيد شامبينيون، فينا نزيد فليفله خضراء، فينا نزيد شيء كثير حلو في كثير بقلبه فايبرز ارتيشوكه. اوكي خلصنا الابيتايزرز، كم تو ذا مين كورس. الطبق الاساسي حارجع شوي على الابيتايزر. كل اللي بيجوا لعندي كيف بينتزع الدايت تبعهم برمضان؟ بطاطا المقليه. شو قصه البطاطا المقليه؟ يعني بينزل لانه سمول بور يعني بورشن صغار بصير هيك على السريعة. ما اكزاكتلي exactly. يعني كانه البطاطا المقليه وقمر رمضان صاروا سوا على الطاوله. ليش؟ لانه البطاطا المقليه انسان ما عم نقول بدونها، بس اول شيء بورشن معينه، كل شيء مقلي لازم تو اكونت فور مثلا مره بالجمعه. نحن ما لازم ناكل كثير مقلي حتى لو صغار، لانه اول شيء نوعيه الفات عم تتغير، عم بتصير ساتشوريتد، بتصير مؤذيه ككوليسترول، بس انت عم بتفوتي طاقه كثير كثير عاليه. سو وصلنا للمين كورس. هلا اللي انا بطلب من ست البيت بليز مين كورس واحد، حنانك ما ببين بكميه، بالعكس عم تتعب زياده. انت اوريدي حاطه عامله بلانينج ابيتايزر ونوع السلطه والسوب. فتوش والسوب والعصير، لشو اكثر؟ سو مين كورس واحد. انا جبت ثلاث انواع مين كورس اذا انتبهتوا. مين كورس خضره بس هو كمان يخني كنشويات. مين كورس دجاج هو اكل مغربي، هون اكل فرنساوي سمك مع جرين بابر مع رز. لاحظي انسان مثلا اول شغله بليز هدول كلياتهم انطبخوا على البخار، يعني نحن هلا فينا. طب الطعمه ما بتختلف على البخار؟ بالعكس لنا؟ بالعكس، انت عم تاخذي خواص الاكل، يعني انت لما عم تحطي الفليفله عم تحطي السمكه وعم تحطي هالخضره الجزر البروكولي عم تطبخيهم كلهم سوا، عم بياخذوا كلياتهم من بعضهم. اوكي سو هيدي الكميه، عم نحكي كميه تقريبا ثلثين الكبايه رز، عم نحكي خضره لما يكون خضره، هلا مش البازيلا، البازيلا كمان مع النشويات. بس ما في بطاطا ابدا، هيدا بس بازيلا ورز. مع الطبخ بطاطا فينا نحطها بدل الرز، بس مش بطاطا مقليه. مش انه لا مش بطاطا مقليه، هي مع الاكل يعني اكيد بالطبخ. ساشا ساقبت عنا رز، بس مثلا نحن فينا نحط بدل الرز معكرونه، فينا نحط بطاطا كينوا برغل، كل هدول، بس الكميات هي اللي مهمه. نحن ما بنعوز اكثر من كبايه تقريبا، حسب اكيد عمرك قد ايه بدك تخسري وزن والفيزيكال اكتيفيتي تبعيتك. خلص انا ناطره الدسير ولي كلهم ما بيعملون شايفه شيء كثير دسير كثير يعني، بس انه بعد عنا 2 مينتس لنشوف 2 مينتس اكزاكتلي. غير يعني شغلتين نيفين اللي ممكن ينزعونا اور دايت او يسببوا بوزن زياده خلال شهر رمضان، هن شغلتين العصير والدسير. اوكي نحن مش بحاجة يعني الديسير، بيقولوا لي قد ايه فينا ناخذ ديسير خلال شهر رمضان المبارك. قطعه ديسير وحده من هدول الحلو العربي اللي نحن حنجيبهم بحلقتنا الجايه لنحكي عنهم، انا مش ضدهم اوكي، بس انه مش نشبع يعني، مش مثل ما بتقولي انا ناطره الديسير. انا بعرف ناس بيقعدوا بلا اكل لياكلوا الديسير. الديسير اللي نحن عم نحكي عنه ان كان اجنبي وبالاحرى بيكون عربي على الطاوله، متلين سمنه، متلين مثلا كريم فريش يعني دهون مشبعه وترانس مثل ما كنا عم نحكي اخر مره، متلين سكر. برانتيز صغيره قبل ما ننهي مشان الدايابيتكس، الناس اللي عندهم سكري اذا قرروا يصوموا من بعد ما يكونوا شافوا حكيم بليز ما ينغروا بشيء اسمه دايت برودكتس، لانه ممكن هن يحطوا لهم قطر معمول مش من سكر، من الالكول تبع السكر مثل المالتيتول، بس كمان هن لازم ينتبهوا على كميه الدهن اللي بياخذوها بالحلو تبعهم. فوصلت نيفين على الهيدا، انا جايبه قطعه حلو اوكي اراوند 125 كالوري اللي هي بانانا كيك، صدقيني مع 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 فنجان شاي او فنجان نسكافيه يمكن ات وود بي مور ذان انف، بتوصلي للحلو اللي بدك اياه. مع قطعه فواكه كمان ماي فيفورت هي البانانا، لانه في لانه نحن بحاجه للبوتاسيوم خلال النهار راح ناخذها. انا على السريع لانهي، اذا بس في الكاميرا خلص الوقت لنا، اذا الكاميرا فيها تشوف نحن كل هيدا الافطار طلع 1075 كالوري مع كبيه اللبن اللي نحن حكينا عنها، وهيدا عم نحكي كل شيء عن جد، كل شيء حافظين على وزننا واكلنا من كل شيء.
حلو كثير هالفقره كانت لانا بنشوفك اسبوع الجاي بنحكي لانه عن العصاير كمان عن العصاير وعن الحلو عن الحلو وعن الحلو اكيد اوكي شكرا لك لانا متوقف اكيد وبنشوف بعض المقتطفات من الحفله المميزه لفنان العرب محمد عبده اللي اختتم فعاليات مهرجان موازين بنشوف المقتطفات سوا بالفعل كان حفل ولا أروع وحضور محبب للمبدع فنان العرب محمد عبده من أهم هالمهرجانات مهرجان موازين رح نتوقف مع دقايق قليلة مع الإعلان وبنرجع منتابع بقية فقرات ببيروت ولكن قبل بدي ودع كل عم بيتابعونا على قناة روتانا خليجية وأكيد فيكم تنضموا لنا على شاشة الـLBC لنتابع بقية فقراتنا هيدا الجزء الثاني من تغطيتنا الخاصة والحصرية لكان فيلم فيستيفال والدورة 67 مدام كارولين دايما عندها ان توش دو غلامور لمهرجان كان لحد الآن لازالت الجزائر هي الوحيدة متحصلة على السعفة الذهبية بتكون احلى سهره واحلى شيء فيها انه الهدف اللي بدنا نعمل كرماله هيدي السهره كل العالم تجي من فرنسا ومن لبنان ليدعموا جمعيه لزميدي ليبون هاي احلى شغله سباق النجوم وسباق ايضا المصممين amazing beautiful ambiance and beautiful people بالبشرة رح نتعرف مع أخصائية العناية بالبشرة كارول زمرود على منطقة الفراشة هاي كارول هاي كيفك؟ منيحة كيفك أنت؟ أنا منيحة أول شيء بدنا نعرف المشاهدين شو هي بالضبط منطقة الفراشة أوكي رح نعرف المشاهدين وين بتكون الفراشة؟ الفراشة بتكون محل أول شيء ما بنلبس تعوينات أوكي يعني هيدي المنطقة هيك من الحاجب لل يعني وين بيغطي السانجلاس فوق الحاجب هون هيك هيك وهيك اوكي يعني هيدي المنطقة بتغطي العبسة فوق الجبين
بتغطي الصدغين التامبلز، بتغطي داير العين، بتغطي تحت العين الزاوية الداخلية للعين، الجفون وعضلة البروسيرس يلي بتكون على المنخار. أوكي. هلأ ليش سموها فراشة؟ لأنه السيدات بس يتعرضوا للشمس كتير، إذا كانوا أخدين أنتيبيوتيك، إذا كانوا عم ياخدوا أدوية، إذا كانت المرأة حامل أو عم تتناول حبوب من الحمل، بتعمل كلف، والكلف بيجي بهالمنطقة محل ما بتضرب الشمس وبياخد شكل الفراشة. فبس تسمع بالتجميل أنه عندي مشكلة بمنطقة الفراشة، هي الصدغين على الأطراف تحت العين وفوق الحاجة. هلأ شو هن أبرز المشاكل يلي بيكونوا بمنطقة الفراشة؟ رح نفسر عنهم على السريع، ورح نحط لها علاج صغير لأنتوانيت معنا الموديل اليوم، وهي وعم تسترخي بالماسك المرطب والمبيض واللي بيساعد العيون انهم يرتاحوا، رح نحن والمشاهدين نشوف صور ونفسر شوي اكثر شو هن ابرز المشاكل التوب 10 بالمشاكل يلي بنواجههم يوميا بالكلينيك بمنطقه الفراشه. اكيد. وباي عمر ببلشوا كمان؟ ببلشوا كثير بكير وما بيقعدوا يخلصوا. عند النساء اكثر من الرجال؟ عند الاثنين. لا مش عند النساء اكثر. مش عند النساء بتكون شوي حساسه اكثر هالمنطقه؟ لا بس الرجال عم شوف كثير رجال بهالفتره عندهم كلف على اطراف لانه بيسوقوا كثير، ما بيحطوا واقي شمس، بيكونوا عرقانين او بيروحوا على البحر بيلبسوا العوانيت. هلا بدي اخبركم ليش بصير في عندنا هون كلفتين بالنيتين ما بيروحوا. بنكون حاطين العوانيت بالسياره، والعوانيت اللي لهم حرف بيلقي الحرف هون على هذه المنطقه، بتشيل العوانيت السخنين وبتحطيهم على وجهك، بتعملي حرق لانه الحديد بيكون ممتص كل حراره الشمس. بتقومي انت بتشيل العوانيت من السياره اللي بتكون كثير سخنه، وخاصه بدول الخليج السياره بتكون كثير كثير سخنه قبل ما ندور فيها الاي سي، بنشيل العوانيت وبنحطهم. فاللي بيصير محل ما بيصير فيه احتكاك مع الحديد تبع العوانيت والبشره بيصير في عندنا حرق او بيصير في عندنا كلف. الضحايا اللي عندهم عوانيت حديد كبار بغطوا مساحه كبيره وبيلقوا على الانف، بيصير في عندهم كلف في هالمنطقة، محل ما بدق العوينات ومحل ما بتكون الحديدة طالعة بيصير في عندهم لون غامق. بعد قد ايه بيصير عنده كلف الشخص؟ يعني هيدا الشيء بيصير بعد تكرار التكرار، يعني مرة بعد مرة اخر الصيفية بتلاقي انه محل الفراشة صار فيه دبغ. هلا اليوم خليني بلش مع أنتوانيت للمشاهدين شو رح اعمل لأنتوانيت. أنا كنت فسرت لكم مشاهدينا أنه خلال فترة رمضان رح نعمل سيكونسز علاجات متخصصة للعناية بالبشرة خلال هالفترة، وتحت العين بنعرف قلة النوم، كثرة السهر، أكيد النوم بنهار بتبشبج العين بتصير تعبانة. كنت خبرتكم أنه لازم خلال فصل الصيف وخلال شهر رمضان كريم أنكم تاخذوا جرعات إضافية من البلاسنتا يلي رح ترطبكم من الداخل. اليوم رح نزيد على هيدا الكورس على الكولكشن تبع الخلايا الجذعية يلي أنا ماشي فيها كل هالشهر، رح نشتغل بالخلايا الجذعية يلي هي اكستراكتس بيكون مكتوب عليها سكين. أوكي. يعني بيكونوا اخدين خواص من الجلد، خلايا الجلد، وفينا نعملهم ميزو ثيرابي أو فينا نشربهم تحت لسان. اليوم أنا رح سحبتهم بالإبرة للسكين، حتى رح نحط لها لأنتوانيت عبوة كاملة من الخلايا الجذعية من خواص الجلد لحتى نساعد لها الجلد الرقيقة تحت العين، لأنه أنتوانيت عندها شوي بشرة حساسة، رح يساعدنا أنه نتخلص من السواد. رح اشتغلها برولر، بحب أقول أنه هيدا التريتمنت فيها السيدة هي تعمله بالبيت، بس بيكون عليها أنه تجيب تطلب الخلايا الجذعية. نعم. طبعا يلي سعرهم كتير غالي ما بدي ارجع اقولها دايما، لانه هيدول مأخوذين يا اما من نباتات يا اما من حيوانات يا اما من انسان، وتعملهم هي رولر بالبيت برولر صغير لحتى تحافظ على نضارة بشرتها. دايما الرولر بليز مشاهدينا، الرولر مثل ما شفتوا فتحته كان سترايل، يعني كان مطهر ومعقم، ممنوع يروح من شخص لشخص نيفين. يعني انا ما فيني عيرك الرولر تبعي وانت ما فيك تعطي انتوانيت، يعني كل شخص بده يكون عنده الاغراض تبعه له، ما حدا بيستعمله. الرولر بيكون سنجل يوز، يعني أوكي. استعمال لمره واحده فقط. هلا عنا اليوم ببيروت كثير في هواء، يعني هي ما فينا نستعملها مره ثانيه. هلا في شركات بتقول ايه، بس انا بفضل للنظافه لانه مره واحده بتكون كافيه. اوكي. هلا لنبلش. انا سبق وطهرت لها وجهها لانتوانيت لحتى نربح وقت، ورح نحط عبوه السكن الكامله، رح احط لها اياها على منطقه الفراشه كلها. فاذا
هلا اذا كانت السيده عندها تجاعيد من هون من برا طبعا بنكون قبل بالعياده عاملين لها بوتوكس او تروح عند طبيبه تعمل بوتوكس على الكرواسون يلي اتحكي شوي عن بليز. هيدي المنطقه بيكون فيها تجاعيد هيدي بتنفتح بالبوتوكس لحتى وقت اللي نعمل الرولر بالخلايا الجذعيه ما يكون في عنا تجاعيد. فاذا رح بلش انا دائما الموفمنت اول شيء بيكون في معنا السولوشن يلي بتكون بايدنا اليمين وايدنا الشمال بدها تلحقها بهالشكل، يعني بدنا نمشي والرولر انا رح اشتغل على البطيء لحتى يشوفوا المشاهدين كيف البروسس. منبلش تحكي شوي انطوانيت، بدي اعبي التجاعيد. هلا بحب اقول انه هيدا فينا نعمله برولر صغير، فينا نشكه عند الاخصائي بالابره سب دورمال يعني تحت الجلده. هلا هون في عندها شويه شرايين حمر بفضل ما اقطع عليهم بالرولر، بس بحط لهم السكن لانه بتفوت الخلايا الجذعيه بتفوت بدون شيء يعني، بس اذا بعملها هيك بتفوت. في ناس كمان عندها شرايين تحت حمر بنعطيهم الزيرو بوينت، يعني في شيء لازم نعمله قبل ما نبلش بهذا العلاج غير اذا غير البوتوكس؟ هلا البوتوكس السيده اذا كانت كبيره بالعمر وعندها تجاعيد، اذا في عندها سويت تحت عينها فيها تعمل كربوكسي ثيرابي لحتى تريح الدوره الدمويه، اذا في عندها تجمع على الخلية فيها تعمل تقشير ببزر العنب، اذا عندها كلف على الاطراف نعمل لها عجينه صفراء بالشتاء مش هلا، واذا عندها نقص كمان بالدوره الدمويه. هلا بفرجيكم رح اعطيها سولوشن فيها فيتامين كي، بلشت شوي صغيره انطوانيت تنوجع طبيعي لانه الرولر اللي معي فيه 280 ابره. فاذا اذا بتطلعوا مشاهدينا على القريب بالرولر اذا بتشوفوه على القريب ما بعرف اذا مبين معنا هيام، اذا ببرمه هيك فيه ابر ابر كثير صغار مايكرو نيدلز. هلا هذا الوجع من شو بيجي؟ من الابر اللي عم يشكوا بوجهه. اوكي هلا اذا في عندنا هون شي مشاكل كمان فينا نفوت على الزاويه الداخليه للان، بس اول زاويه المنخار كلها كلها فينا نشتغلها، هول خلايا جذعيه نيفين. اوكي يعني فيك تحطيهم بقلب العين حتى ما في مشكله. اوكي بس نحن اليوم عم نشتغل بما انه عندنا هيدي الزون انا عم ركز عليها. هلا ببعض الاوقات بمنطقه الفراشه هون عبسي شوي انطوانيت، عبسي بعد بنشوف انه هون الكومبلكس تبع العضلات. هلا كل ما تكبر السيده كل ما تكون المشكله اكثر، بس خلينا نشوف هون في عنا العبوس وفي عنا هون خط بيكسر على المنخار. اوكي هيدا الخط اللي بيكسر هون كمان بيروح ببوتوكس، يعني نقطه 2 3 بنفتح مشبوط بصير بنفتح نص العين. اوكي فاذا ما رح كثير نتعوق، بعد عنا 2 سي سيز رح نحطهم هون بشكل كثير سريع. دايما سولوشن قبل والرولر بيمشي بعدها باتجاه واحد، بيروح وبيرجع الرولر لحتى ما ينزل دم، لانه اذا حطينا الرولر على الناشف بنجرح البشره طبعا. هلا الخلايا الجذعيه مثل ما قلت فينا نعمل لهم هيك ليفين بكونوا فاتوا خلص ما في مشكله ايه، بس نحن بدنا نعطي نتيجه دبل ونخلي هالمنطقه مدعمه. اوكي انطوانيت تفتحي تمك علي لسانك، الباقيين رح شربها اياهم دفيهم تحت لسانك وبلعيهم ما عندهم طعمه مبدئيا. وهلا رح احط لها الماسك، طبعا كل عين لازم تاخذ معنا تقريبا 10 دقائق. اوكي هدي لهيدا شوي. هلا هون في معي اسيد لاكتيك، يعني هيدي الماده كثير بتساعد انه البشره تبيض وتحت العين يرتاح، وهيدا الماسك من الاسيد لاكتيك كثير منيح للاستعمال بالبيت، فيكم تستعملوه. طبعا ما بروح شيء منه على الفاضي، يعني اذا عم تشتغلوا فيه دائما كونوا حريصين انه اسحبوا منه كل شيء، عصروه واستفيدوا لانه عنده كثير مميزات، فيه خواص كثير منيحه. وبيجي شوفوا كيف تجي شكل الفراشه اذا بيان معنا مثل العوينات، ورح نحطه ان شاء الله ما يطير لانه في عنا كثير هواء. وبيلبس الماسك تبع الفراشه بيلبس منطقه الفراشه وكانه رسمناها على العين. رح نترك انطوانيت تسترخي شوي ونحن رح نشوف نحن والمشاهدين مشاكل الفراشه ونعلق عليهم بالصور اللي رح يمرقوا معنا وحده وحده. اول مشكله اللي كنت دليتكم عليها على وجهها هي العبسه، فاذا عم بتشوفوا اذا عم تعبسوا
بدي منكم ما تتطلعوا بالخطين يلي على نص الجبين، بدي منكم تتطلعوا على الجفون يلي على اطراف العيون يلي بيهبطوا العين وبتصير النظرة النظرة اول شيء حزينة، وتاني شيء هيدول اللي هون بيصيروا يترهلوا ومع العمر بيصير بدكم تتخلصوا من هيدول الجفون الجفون وبصير بدكم تعملوا عملية للجفون. فإذا منشوف العبسة فيكم تعملوا تيست وتشوفوا شو مكسر بالفراشة بوشكم. هون عم نشوف سيدة تانية بدي اياكم تطلعوا بالزاوية الداخلية لعينها وشوفوا كيف تأثير العبسة عم بيأثر على تجاعيد بداخل العين على الزاوية الانر كورنر تبع العين، وهالمشاكل هيدول مع الوقت بيعملوا لنا دويرة سوداء بالمنطقة الداخلية للعين وبتصير العين مبينة كأنه تعبانة أو كأنه في عندها سعر. ننتقل لنشوف هيدي ثالث صورة. أول صورة اللي كانت معنا اللي شفناها المعبسة، هون من بعد ما عملنا لها علاج شوفي نيفين كيف فتح جبينا وما بقى في خطين، صار مرتاح أكثر. ومنشوف البراو ليفت يعني كيف عملنا رفع لأطراف الحواجب وصارت النظرة مرتاحة أكثر، بنسميها لاترال لوك يعني مرتاحة أكثر، ما فيها هبوط ما فيها ترهل. بنشوف إنه الحواجب كثير مادين من الميلتين ونص الفراشة مفتوح وعم بيجذب الضوء. ننتقل لحتى نشوف الصورة الثالثة. بمنطقة الفراشة في عنا مشكلة الرموش، وحاليا في كثير أشخاص عم يستعملوا مكبس، عم يستعملوا ماسكارا ووتر بروف، والكارثة الكبيرة الأشخاص يلي بيستعملوا الرموش يلي بتتلزق وبتبقى يوم واثنين وأسبوع وشهر حتى وبيناموا وبيقوموا فيها. هيدي ما بحبها أبدا بالتجميل لأنه بتشيل الرمش اللي بيلزق بشيل الشعر الطبيعي وتفضى العين من الرموش. بنصحكم إذا بتستعملوا مكبس، صار في مثل الصورة اللي شايفينها مكبس مثل الفار صغير بيحمل الرمش وبيعليه بدون ما يكسره. وفي كمان الدواء الرموش اللي كنا جبناه معنا على الاستوديو، حكينا مع المشاهدين فسرناه، اسمه لاتيس. أو في عنا كتير براندز بيستعملون للرموش، بيطولوا الرموش، بيدوبلوا لهم حجمهم، بكسفون وبيخلوه يكون هلسي. يعني بدل ما نروح نحط نلزق رموش اصطناعيه على رموشنا، خصوصا نحن وعم نشيلهم كمان، نحن وعم نشيلهم ينزل معنا. اذا نزل معنا كل يوم شعرتين اخر السنه بنكون خسرنا 24 شعره، يعني كل الرمش فيه 40 شعره، بنكون صرنا بلا رموش. فاذا بتحطوا الادويه المغذيه للرموش كل يوم عشيه قبل النوم. عم نشوف اطراف الفراشه محل ما بيجي الكلف، هون دائما من وراء السواقه، من وراء التعرض للشمس، مثل ما فسرت لكم قبل شوي اذا تكونوا حاطين العوينات وعاملين حرق باول الشتاء على شهر 10 فيكم توحدوا اللون وتتخلصوا من الكلف بواسطه العجينه الصفراء. العجينه الصفراء بنحطها محل ما جاي الكلف وغمقان اللون حول العين. بالعاده بيكون في عندنا بهالمنطقه هاي بيجي الكلف لانه اكثر شيء بتضرب الشمس لانه في عظمه. دائما مترافق الكلف مع محل بروز العظام بالوجه لانه تضرب فيه اول شيء الشمس وبعدين بتنحدر على اسفل الوجه. فاذا هيدي المنطقه دائما لازم يكون عندكم نور على اطراف الوجه، ما لازم يكون في لا كلف ولا شرايين حمر. فاذا بالنسبه للكلف بنشيله مثل ما شايفين بالعجينه الصفراء، واذا كان في معنا ترافق للشرايين الحمر، نيفين في كثير اشخاص اذا بنفتح الكلف بيبقى في عندهم شرايين حمر وبضايقون كمان، شرايين حمر هدول بينشالوا بجلسه وحده بمره وحده لمدى الحياه بالكلينيك بعلاج بسيط، الم بنمشي على الشريان وبيختفي مثل الافاس انكر وما بيعود يرجع يطلع ابدا الشريان. بنشوف في اشخاص لو هن صغار بالعمر في عندهم مشاكل الجيوب تحت العين، والجيوب تحت العين مشكلة كتير في منها هلا زايدة كتير، صح؟ في عندنا بيكون مثل عنقود العنب بس على ميكروسكوبيك، يعني بيكون عندنا عنقود عنب صغير تحت العين، إذا بنكبس العين من فوق أو بنفتحها من تحت بتبين معنا وين جيبة الشحم مثل ما مبين معنا بالصورة تحت العين. هيدي ما بتنشال لا بكريم ولا بتكنيك ولا بوتوكس، ولا إذا عملنا فيلر تحتها ممنوع لأنه بتورم أكثر. هيدي بدها جراحة، والجراحة لازم تكون عند جراح عيون اوفتالمو سيرجن يلي بيقدر يشق العين من داخلها ويستأصل الدهون حتى ولو كانت الصبية عمرها 25 سنة وعندها جيبة، ما في كونتر انديكاسيون انه تروح تعمل هالعملية لحتى تريح النظرة. ننتقل لنشوف السواد تحت العين مشكلة العصر. إذا كان السواد وراثي ما تبحثوا ما رح يروح شو ما بتعملوا، يعني بخف شوي وبيرجع.
انما اذا كانت الهالات السوداء مكتسبه مع العمر، يعني اذا انت وصبيه ما كان عندك هالات سوداء، ما كان عندك سار. بس تجوزتي وجبتي اولاد او كنت تروحي كثير على الشغل بلشوا يزيدوا السار او يبينوا صار عم يبين عندك سار على التعب، ساعتها ممكن تعالجيهم وتستفيدي. نعم. كيف نعالج الهالات السوداء؟ في عنا عدة طرق، في عنا تقشير، في عنا ضخ الأكسجين تحت العين، في عنا فراكشنال ليزر، وفي عنا استعمال الكريمات بالفيتامين كي يلي بتبيض تحت العين. أوكي. هلأ منفرج الكريمات معنا للمشاهدين. بتقيلا نشوف الصورة اللي بعدها. تقشير العين، في عنا بيل خاص للجلد الميت تحت العين، مش حيلا بيلينج تبع الوجه بنحطه تحت عيننا لانه جلد رقيقه بتحمر، بتحسس الجلد وبتحسس العين كمان. يعني في بيلينج معين بنحطه تحت العين، في بيلينج معين بنعمله اسمه اي بيل، بنحطه بس لمنطقه تحت العين، فينا نعمله مرتين بالاسبوع او مره بالاسبوع حسب كثافه الحاله. صوره اخيره لكن صوره اخيره للحالات المتقدمه للي ما انتبهوا على اول صوره مرقت معنا واللي فسرت انه الجفن من هون بس نعبي بس الجفن بينزل، بس تصير السيده بالخمسينات خلص تسكر عينها بالجفن، فبتضطر تعمل الجراحه اللي شايفينها بليفاروبلاستي، وبتضطر تعمل اوقات ليزر فراكشنال ليزر تحت العين لحتى تشيل الجلد المزمزم او الترهل البسيط اللي بيكون تحت العين. هون جمعت لكم صوره لسيده عامله الابر بليفاروبلاستي، يعني عامله عمليه للجفن الاعلى وشاده الجفن التحتاني بواسطه الليزر الكاوي الفراكشنال سي او 2 ليزر. فاذا دائما مثل ما عم نشوف بالصورة منطقة فراشة لازم يكون فيها ضوء من متوسط الوجه، ضوء على الأطراف، تحت مرتاحة. العين لازم يكون نظيف، العبسة لازم تكون فاتحة، طرف الحاجب لازم يكون عالي، الأطراف منيحة، ولازم يكون عندنا كريمات أو بروتوكول علاجي مثل ما عم نشوف اليوم بالخلايا الجذعية مثل ما عم نعمل مع أنطوانيت. يلا خلينا نشوف أنطوانيت شو صار معها. بقى نص ساعة بس دائما نحن بنقول للمشاهدين إنه نحن عم نعمل ديمو، فاذا بنشوف بما انه حطينا خلايا جذعيه عندنا شوية احمرار بسيط، لو كنا تركنا الماسك بعد شي 7 دقائق بنشوف انه ما في شيء، رح نقلها لانطوانيت تقوم تقعد ونفرجي انه تحت العين كيف دغري بيرتاح. هلا بضوي ايه كان. هلا بدي اقول للمشاهدين فيك تقومي انطوانيت، خبر المشاهدين انه الخلايا الجذعيه يلي معي اليوم يلي هن سكين اكستراكتس فينا نحطهم حط على كل الوجه مش بس على تحت العيون، بس بما انه نحن اليوم عم نحكي عن موضوع الفراشه حطيناهم تحت العيون تحت العيون وعملنا الماسك. هلا في شغله بحب اقولها كمان انه الماسك اللي عملناه يلي فيه اللاكتيك اسيد هيدا اللي مبين معنا في بقلبه فراشه، هيدا بنحطه فينا نحطه نبين بالبراد. اوكي. لحتى بس من بعد ما تكوني عامله جلسه الميزو لعيونك بتشيليه من البراد وبتحطيه على عينك، بتحسي هيك انه مسقع وبتحسي انه ارتحتي وارتاحت منطقه تحت العين. ايديل اذا كان عندنا سهره، اذا كان عندنا عشاء، اذا كان عندنا مناسبه قبل الميك اب لحتى ما يتجمع الفاونديشن تحت العين. شغله اخيره قبل ما نختم، من بعد ما نكون خلصنا هالعلاج في عندنا هون بدي فرجيكم السيروم يلي معي يلي هو مكافح للسواد البنفسجي تحت العين للسار، فيه فيتامين كي. الفيتامين كي رح فرجيكم اياه على ايدي، شوي بيجي نتفه بين الزيت والسيروم حتى بيمد معنا كثير، ما له ريحه. هيدا بنحطه بعد ما نعمل بنحطه اذا عندنا سواد تحت العين. اوكي. بنحس انه شوي عم بيدبق، ما في مشكل، حتى لو دبق هيدا بيساعد الشرايين انه المفتوحه البنفسجيه انه تسكر وبتساعد الدوره الدمويه انه تمشي. كارول اكيد في كثير ناس تحمسوا عبالهم يعملوا العلاج اللي عملناه، وين فيهم كيف فيهم يتواصلوا معك؟ بدي اقول شغله بالنسبه للتواصل على الواتساب، لانه عم يجيني انه ليش ما بتردي وليش ما بتجاوبي وليش ما بتحكي معنا، وبيجيني استشارات صفحات طويله، انا متزوجه وانا مطلقه وكنت هيك وبلشت هيك وصار فيني هيك وليش ما بتردي، انه مستحيل رد على 12000 مشترك على واتساب، مستحيل. يلي بيحب يتواصل فيه يتصل فيي على الرقم اللي بيطلع على الشاشه
واهلا وسهلا على الشاشه وبجاوب انا على كل الاسئله بالالو، بس لحتى اقعد ابعث رسائل وجاوب على واتساب مستحيل. لكن ما حدا يتواصل مع كارول واتساب او مساج، فيكم تتصلوا فيها على الارقام اللي قطعوا على اسفل الشاشه. اكيد بجاوب على كل الاسئله، ما عندي مشكله. بتحب تزيدي شيء كارول؟ بحب زيد شيء اخير، انه اللي ما عنده سيرم تحت عيونه شو بيستعمل؟ في عنا كريمات تحت العيون خاصة نازلة جديد من الخلايا الجذعية لحتى نكمل العيلة تبع الاستعمال تبع الخلايا الجذعية. نكون عملنا الأوبر، حطينا السكين اكستراكت على الوجه، والاستعمال الكريمات والماسكات على العيون. ميرسي كارول. ميرسي أنطوانيت. أنا بتشكرك. فاصل ببعدنا دقايق عنكم وبنرجع بنكمل بقية، دايما بغلط، بقية فقرات ببيروت. هيدا الجزء الثاني من تغطيتنا الخاصة والحصرية لكان فيلم فيستيفال والدورة 67. مدام كارولين دايما عندها ان توش دو غلامور لمهرجان كان. لحد الآن لا زالت الجزائر هي الوحيدة متحصلة على السحفة الذهبية. كل سنة بتكون أحلى سهرة، وأحلى شي فيها إنه الهدف اللي بتنعمل كرماله هيدي السهرة، كل العالم تيجي من فرنسا ومن لبنان ليدعموا جمعية لزامي دي لوبون، هاي أحلى شغلة. سباق النجوم وسباق أيضا المصممين. Amazing, beautiful ambiance and beautiful people. أو تكون شخص كاريزماتيك، هالموضوع له قواعد وأصول، وهالقواعد والأصول رح نتعرف عليها أكثر مثل العادة كل نهار ثلاثة مع خبيرة الصورة والإتيكيت سونيا صباح. أهلا وسهلا فيك سونيا. مرحبا ليديز. هاي سونيا، شو هالكاريزما؟ ايه دايما سونيا بنقول بنشوف اشخاص بنقول صار في كاريزما، عنده كاريزما. شو تعريف لشخص يكون عنده كاريزما؟ حلو كثير، لانه مرات بتقولي بنحس بالكاريزما هذا الشخص، بس ما فيني اعرفه، ما فيني اعرف شو هي الكاريزما. كثير مهمه. اول شيء الشورت ديفينيشن لنقول هي عن الشخص يكون عنده نفوذ وبذات الوقت ودي، يعني وورم، تحسيه مثل قريب على القلب. اوكي، الديفينيشن الاكبر هي التواصل بطريقه ممتازه وبذات الوقت تقدر تكون ايجابيه اوكي وكونفيدنت، يعني وعندك ثقة. عندك ثقه بالنفس. بس سونيا امرار بنشوف شخص يمكن ما بنعرفه نحن، شخص غريب هيك ماري يمكن من حدنا، بيلفتك بتقولي عنده كاريزما. حلو، شو يعني من دون ما من دون ايه من دون ما نتعرف عليه من دون ما نسمع عم بيشاركوني بالرجل؟ عن جد يعني في اشخاص ما بتعرفيهم، بس خلص بس تشوفيهم تقولي عنده كاريزما. صح، لفت الانظار لإله. ذاتس ات، كاريزما هي لما بيجذب الاشخاص لإلك، هي طريقه تصرفاتك، يمكن تكون ما الحكي بس يمكن تكون بالبادي لانجوج تبعه، يمكن المشيه يعني. صح، المشيه شو عم تعطيكي؟ كونفيدنس، عم تعطيكي ثقه بالنفس. وهلا حنمشي فيهم حنشوف كيف واحد في سير عنده كاريزما لما بيلحق هالمهارات، لما بيتعلمه، لما يعني هي ما بتخلق بالانسان يعني هيك. لا ما ضروري، هو بيشتغل عليها وبيكتسبها مع الوقت. 100%. طب لنا خطوات يعني معينه هيك بركي بنشوف الصور كيف ممكن نصير نحن كاريزماتيك. هلا بنفوت بالصور بالتفاصيل. ها بنفوت بالتفاصيل بليز. يلا خلينا نشوف اول صوره. اوكي، اول صوره مثل ما قلت هي الكونفيدنس، هي الثقه بالنفس. كيف نتعلمها؟ كيف نصير نمشي ونحكي ونصدق بحالنا انه عنا ونحس اوكي، نتصرف بطريقه فيها كونفيدنس. يعني مثل ما قلتي هلا اذا اجى شخص ماشي بالشارع و بحس انه عنده هالكاريزما، كيف؟ لانه هو عم يعمل كل شيء كاريزماتيك، كل شيء عنده ثقه بالنفس اوكي. كيف مشيته، كيف الوضعيه الجسم، كيف بالضبط، يعني قد ايه مرتاح مع حاله، قد ايه شخصيته قويه ومرتاحه. 100%. هاي بدك تشتغلي على حالك كل يوم، بدك تعمليها حتى تصير عاده، ولما تصير عاده اكيد بتصير يعني خلص بتصير سكند نيتشر مثل ما بيقولوا. مزبوط.
اوكي. تاني صورة هي انه يكون هذا الشخص شو بيقول كارينج، يعني مهتم مهتم اكزاكتلي مهتم بالاشخاص اللي حواليه. سوري. هيك بتحسس الشخص الثاني انه انت قريبه له. هي لما بتفرجيها الاهتمام يو نو بتعطيه منك الاشياء منك، يعني اذا بده شغله بتعطي تروحي الاكسترا مايل. اوكي بتروحي يمكن أكتر. بتهتمي بتفاصيل حياته كمان او بتساليه عن انه عن اشياء هيك بتحسسيه انه انت قريبه منه. ايه بس كمان ما بنفوت كثير بالخصوصيات. لا هون رح نحكي عن الاتيكيت ولا هون اكزاكتلي هون الاتيكيت عم تفوتي باشياء يمكن مش مفروض تفوتيها. يعني تنقول اذا كان مريض ويمكن سالنا عنه لو كنا نحن اشخاص مش كثير قراب من بعض، هيدي بالثقه بالنفس. فيك تقولي اذا مريض مثلا جربي انت تشوفي كيف فيك تساعديه. اوكي. كيف بنحب نساعدك. جربي بس ما نتعدى الخطوط الحمراء او الخصوصية. ما الشخصية كمان الخصوصية كمان بدنا ننتبه انه ما نتخطاها. ما هي الكاريزماتيك شخص يلي بتقرب عليك بطريقة ما بتحسيه بضايق، بالعكس بيكون قاصد يتقرب يعني. اكزاكتلي بيكون بطريقة مثل كانوا عم يفرجيكي عن جد قد ايه هو صادق شخص قريب ومحبب. مزبوط وبينتبه على شعورك كمان، هاي كثير مهمة. الصورة الثالثة اوكي عنا هيدي الثالثة هاي الليسنينج. اخ شو هالموسيقى. listening يعني اصغاء، يعني لازم يكون عنده مهارات الاصغاء. أوكي. مش بس يتسمع بس يعرف عن جد يفهم شو عم تجربي تقولي، يعطيك الاهميه لانه لما يعطي الشخص الاهميه كمان عم يفرجيه اهتمام، عم يفرجيه احترام بذات الوقت. سو لما انا فرجيك احترام انت حتصير تحبيني او اكيد هيدا بخانة التهذيب يو نو. وهيدي اكيد اكيد لما تفرجي الشخص انه انت بتحترميه هو حيصير يحبك ويتقرب عليك ويبادلك بهالاحترام. اكيد بالضبط اكزاكتلي. اوكي سو كثير مهم الاصغاء. هي كثير كثير يعني بتشوفي اكثر الليدرز بالعالم هن بيعرفوا كيف يصغوا للناس. صحيح. بطريقه مضبوطه. اوكي كمان عندنا هون هيدي اي صوره هيدي ايه هيدي تو بي انترستينج. حطيتها بهالطريقه انه واحد يكون تو بي انترستينج بس بذات الوقت يكون ذكي، يعني يكون بيهتم ومهتم وعنده اشياء بالقاموس اللي عنده. اوكي بيهمك. اوكي بذات الوقت ذكي. ذكي هي واحده من المهارات الكثير مفروضة تكون لما واحد يكون كاريزماتيك، لأنه يعني عن جد يمكن بيفقد هالصفة أو ما بيعود كاريزماتيك إذا بتلاقيه يعني شخص أوكي طلته بتلفتك مشيته فيها ثقة. صح. بس عنده بساطة ما في ذكاء. بس exactly. شخص بسيط يعني exactly. ما في هلا ما ضروري يعرف كل شيء بالحياة، لازم يكون ذكي بس في حنكة كمان. صح. وبذكي سريعة البديهة في يعطيك جواب يمكن مش جواب عم تفتش عليه، بس بذكي في يعطيك جواب يمكن أنت تقولي أوكي عم فكر بشيء ثاني هلا اوكي ما في مشكله يو نو. سو الذكاء كثير كثير مهم يكون يخليكي انت مهتمه فيه ومهتمه بحكيته، يكون حتى مش قليل الوقت جدي، في يكون في شويه هيومر في مزح مزح بالضبط حسب كيف هو بيقرا شخصيتك يمكن وبيعرف كيف يرد عليها، بقرب بطريقه انه ما تحسي انت لا بالعكس بتحسي بالعكس قريب انه عبالك بعد يضل قريب منك بطريقه ما يكون ثقيل على الشخص 100%. وبيكون في جاذبيه اكيد اهم شيء الجاذبيه اللي عم نحكي فيها أكيد. كاريزما. اوكي بنكفي كمان بالصور. اوكي ما قبل ما هيدا سوري بس بدي نسيت شغله، عم نحكي عن البودي لانجويج، هي كمان كثير مهمة البودي لانجويج، كيف تفرش الشخص بطريقة ايديك، مش إذا مثلا عم تحكي معه عم تقول له أنا مهتم كثير فيك بس ما عم تستعملي البودي لانجويج لتفرجيه عن جد صدقك، أوكي؟ سو هي كثير مهمة، أوكي؟ عندنا أكيد صورة رقم 5 اللي هي بتحكي عن اوثنتيسيتي، يعني عن تكوني حقيقة، تكوني حقيقة أنت من جوا، تكوني مقتنعة اكزاكتلي صادقة أو مقتنعة باللي عم تحكيه، في كثير ناس يمكن يكونوا أوكي مجبورين يحكوا يمكن مجبورين مش مقتنعين بتبين. اوكي هو لازم يكون صادق، يعني حتى اللي عم بيصدق اللي مقتنع فيه منه صح بس هو مقتنع فيه بتصيري انت صحيح توصل اكثر ايه معقول يكون صح هيدا لانه قد منه مقتنع فيه في اوثنتيسيتي في صدق بالنص. يمكن سونيا يعني كمان الشخص الثاني بحس حاله مرتاح اكثر مع الشخص الصادق واللي عم بيعبر عن اللي هو مقتنع فيه وبتوصل اكثر المشاعر 100%. هون حنشوف كمان بعدين بالاكزامبل مثلا عندنا اوبرا وينفري اللي كانت كثير صادقه حتى تحكي عن حياتها الشخصيه. ايه بس مشان تفرجي الناس قد ايه هي عن جد تتعاطف معها تتعاطف معهم وقد ايه هن اقتنعوا فيها. صح كمان كمان بنكفي بالصور. اوكي عندنا هون كمان اكيد اوكي هون give 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 يعني لازم نكون ready نكون حاضرين انه نعطي
نعطي للأشخاص بدون ما نقول يي شو حياتيني هو من دون مقابل. مقابل exactly. يعني بدنا نعطي هالأشخاص من وقتنا، بدنا نعطي من معلومات لعنا، بدنا نعطي من حياتنا من شغفنا. نسمع له لها 100%. هي وحدة منهم listening is كتير مهم، لأنه عم بعطي من وقتي، عم بعطي ودي افهمه لهالشخص، عم فكر من جهته هو، ما عم فكر بس من جهتي أنا. أوكي سو بدنا نكون كتير نعطي وبدون مقابل ونقول براسنا نحن عم نعطي لأنه مقتنعين أنه نعطي، مش لأنه حدا قالنا نعطي أو بدنا نبين. يعني كلهم يعني. هول مرتبطين بخانة الصدق كمان، قدي الواحد مرتاح مع حاله، قدي صادق لا يقدر يكون كاريزماتيك. 100%. العطاء كتير مهمة وصعبة. ها في ناس يمكن يقولوا أوكي بس أنا شو عم يطلع لي. صحيح. When you go the extra mile هون بكون عم تعطي بدون ما تفكري بشو حيطلع لك. مثلا برنسس ديانا كمان حنحكي عنها، كانت من هالامثال اللي كانت تعطي ما تفكر شو حيطلع لها هي، you know. اوكي كمان اوكي اكيد نكون، شوفي هون شكلها هيدي مثل عينين منخار ولب سمايل سمايلي كيف عامل ايدي هو اوبتيميزم. يعني لازم نكون دائما متفائلين. المتفائل دائما بيعطي تفاؤل لغيره وبيريح غيره. اكزاكتلي. هلا انت اذا حدا اجى كنت قاعده عنده وعم بيعطيك عم بيفرجيك قد هو متضايق وانت كنت متفائله بس بطريقه صادقه، انه ليه ما بتطلع على الجهه الثانيه؟ ايه يمكن هون مرات بيجيكي حدا مع كبر الموضوع ومعظمه صح. بطريقه انه بتبسط الموضوع بيرتاح معي بس بتفرجيه انه متفائله بطريقه صادقه او بطريقه لوجيكال، يعني مش انه عم بعطيه مبالغه بالضبط. سو هون هو بصير يحس قريب عليك لانه عم يبلش يشوف اوكي هذا الشخص عم بيساعدني، عم بيكون معي متفائل واوبتيمستيك ايجابي مشان يساعدني. وعن جد هول الاشخاص بتنبش عليهم. صح 100% معك حق. ما في كثير يمكن اشخاص بيفكروا بهالطريقه الايجابيه. اكزاكتلي. وبالكرايسيس اكثر شيء بدك اياهم. صح. وهون حنشوف كيف مثلا عنا هلا بنشوف بعدين الشخصيات اكزاكتلي يلي كان بالكرايسيس. بعتقد ماركت تاتشر ماركت تاتشر هي وحده من هدول الاشخاص. اوكي باشن كثير مهم. شغف هيدي كل شخص يعني ما حد بيقول لك عندي باشن، بس شو هي الباشن؟ الباشن هي حب لشغله يلي قد ما بتحبيها تعطيها من قلبك وبيطلع منك نجاح كبير. ليه؟ لانك عن جد بتحبيها بتحبيها يعني عم تعمليها بتحسي حالك ان هيفن، بتحسي حالك عن جد بالجنه قد ما بتحبيها الشغله. وهيدا الشغف لازم يكون موجود لما تتعاملي تتواصلي مع الاشخاص، لانه رجعنا قلنا الكاريزما هي التواصل، وذر اذا بودي لانجوج او بالحكي هي التواصل. سو بدنا نكون عندنا شغف قوي ونعطي من هالشغف للناس التانيين، يعني نخليهم هن يصيروا، نشجعهم تيصيروا هن عندهم شغف كمان، مش كيب تو ماي سيلف يكون الانا اهم. اكيد. لا. نشجع اللي حوالينا اكثر. بالضبط. نكون ما عندنا هالانانيه، بالعكس نعطي. صح. كتير. ندخل شوي بالشخصيات اللي بيتمتعوا بهالصفة، هن كاريزماتيك. yes. وكمان في عنا صور رح نشوفهم ونتعرف عليهم أكثر لهالشخصيات اللي اخترتيهم سونيا. هلأ هو في كتير غيرهم بس هدول قلت أنا بالوقت اللي عنا ثلاث رجال وثلاث نسوان حتى بس نخليها إيكوال يعني. جاندي هالشخص كان عنده تواصل ما معقول، يعني يتواصل مع الأشخاص بطريقة يقدر يقنعهم. هون عم نشوف وقتها انا شعب الهند يلي كانوا ديفايدد اوكي بين طوائف تبعولهم المظلم والهند اكزاكتلي مقسمين، قدر يقنعهم بطريقه التواصل تبعه وانه يحاربوا بغير عنف، يعني المحاربه بغير العنف تيوصلوا للي بدهم اياه. وهو ما كان بالسلطه اوكي، كان شخص عادي بس محامي اثر عادي. بالناس تأثر ليه؟ لأنه عندك هالكاريزما، الناس صاروا بدهم يسمعوه، صاروا منجذبين له وعم يحكيهم بصدق مثل ما حكينا قبل بالصدق وعم يعطي من حاله، فقدر يوصل للناس أكثر وقدروا يصدقوه. هون صدقوه، لما صدقوه أكيد مش الحال، يعني تصوري شخص يعني أثر بطريقة شخص واحد بالكاريزما حتى أقواله لليوم بعدنا بنحطهم as quotes وكل مثل هون be the change that you want to see. يعني إذا بدك تشوف تغيير بالعالم تغير حالك قبل you know. أوكي. amazing. أوكي كمان. في عنا تاني صورة يلي هي تشي جيفارا، كل ما أطلع فيه هيك بحس عن جد إنه هالفيجر هيدا هالشخص الرومانسي بذات الوقت التراجيدي you know، مثل كأنه عم تحضري play، مثل كأنه عم تحضري مسرح، قد ما إنه حياته كانت عن جد فيها كتير
مكافحة ومأساة. وشو عطى هيدا؟ شو عطى؟ عطى حياته آخر شيء مشان الناس، مشان يخليهم يحسوا هن الفقراء، مشان يقدر يكافح الظلم. كله هيدا مشان شفتي قد ايه الباشن تبعه كان موجود، عطى حياته اخر شيء. سو هيدا الشخص ديفينتلي كاريزماتيك، هو حلو كمان هلا، بس ما مش الحلا هو اللي بيعمل الكاريزما اكيد، بس جذبيته، التواصل تبعه، طريقته، المسج تبعه، رسالته، يو نو، هيدي كثير مناضل كبير كان. سو كمان هيدي كثير مهمه انه عطى مشان الناس مشان الاخر. اوكي عندنا ثالث شيء هلا، ما ضروري يكون منيح كمان الكاريزماتيك يمكن عندنا هتلر. هتلر كان كاريزماتيك كثير، كثير كاريزماتيك. ليه؟ كان ذكي كثير، اوكي، وكان عنده نوع من تكنيك الخطاب، يعني عنده تكنيك بالخطاب. كيف كان يطلع على البوديوم؟ يطلع ويسكت ويصير في توتر بالجو، يصير في بتحس مرعوبين، يعني مرعوبين يطلع يسكت ويصير توتر بالجو والناس ناطرين، ويبلش يحكي. اول يحكي، يحكي ويأثر العواطف. اهم شيء كان يأثر بالعواطف، ريزن او اشياء اسباب وهيك، ما كان يعطي، كان يعطي بس يو نو خليهم يصيروا يتحمسوا بالعواطف، يتفاعلوا يمكن معه، يتفاعلوا معه بالضبط. واخر شيء يوصل للقمه انه يصير يصرخ. لما يصير يصرخ ويستعمل البادي لانجويج تبعيته، يصيروا الناس هن متحمسين معه، يعني يبلش بالسلاسه وبطريقه قريبه للناس، فبيرجع بذكاء تكنيك، مثل كانه عم يعملك بمغناطيسه، يعني عم بحطك بالمغناطيس شو ثيرابي، اوكي، بتصير نوع من مرحله علاجيه يعني اخر شيء لا انه بتنجذبي بطريقه انه مثل كانه عن جد حدا عمل لك مغناطيس بلوك لكل شيء اصلا كيف عم تحكي مع ولد صغير، بتبلشي معه انه بالرواق وانه بتحببيه بالشغله، وهيك بترجع بتفرض عليه انه هيدا صح وهيدا غلط. يعني كثير ننزل الناس انه انتم شعب بهالمستوى انا بمشيكم، لا، بدنا عن جد نكون صادقين مثل ما قلنا، انه يحكيهم باشياء اللي بتهمهم حتى يقدروا هن يتجاوبوا. وبالنهاية الناس بحسوا ببعض وبيقدروا يعرفوا كمان اذا الشخص صادق او لا. بنتابع كمان بالصور سونيا وبنعلق ونشوف على الشخصية. اوكي، عندنا بنشوف يلي هي كانت عن جد مهارات الاصغاء عندها قوية كثير، كانت كثير امباثيتك، يعني عندها امباثي، شو بيقولوا مثل الحس بالاخر بالضبط، كانت تحط حالها محل الاخر، وكانت عن جد تعاطف، يعني عندها انسانيه تعاطف. هيدي هي كانت تساعد الناس، وكانت هي بتشوفي كيف كمان قدوه، لانه هي كانت لحالها كانت كثير شاي، كانت تستحي كثير واشتغلت على حالها، صحيح، وصارت تساعد غيرها تتفرجيهم انه فيكم تطلعوا من هالشغله، وموجوده انا هون مثل ما قلت كثير شيكارد بطريقتها، وكانت كاريزماتيك كثير، وكثير اكثر من اشخاص عندها بوبيلاريتي، الناس بحبوها، شعبيه، وسموها ذا برنسس بعدهم لليوم، يعني exactly. على رحيلها ذا برنسس اوف هارتس، يو نو ذا كوين اوف هارتس، سوري، لانه كان عندها انسانيه وكانت قريبه انسانيه، وبعدين كانت صادقه وعندها تواضع بالضبط، يعني انا بحس انه هالشخص كان قريب كثير، يعني لما توفت انه عن جد حسينا مثل كانه واحد من العائله، يعني بعيد الشر، حدا قريب بالضبط، انه بس هي ارستقراط وما فرجتنا هالشيء، بالعكس كانت معنا، كانت كثير قريبه على الناس كلهم. أوكي. كمان الصوره الثانيه عندنا اوبرا وينفري. اوبرا وينفري تواصل عندها كثير ممتاز، وبتنزل على الليفل تبعك، وكل انواع الاشخاص فيها تاخذ وتعطي معهم، بتلاحظي كل انواع الاشخاص، عشان هيك صار عندها بوبيلاريتي بهالشو تبعها، الاوبرا وينفري شو، اوكي، ومثل ما قلت كانت تشارك الناس، كانت تشارك، كانت ما عندها مشكله تشارك بحياتها الشخصيه، اوكي، ومرات مرات بتشوفيها كثير جديه لما تكون عم تحكي مع جاس، بس لما هو يبلش يحكيها قصص كثير بتحزن بلش دمعتها تنزل، يعني بتشوفي قد ايه هي عندها تواصل معه. مع تعاطف مع الشخص بالضبط، وبذات الوقت كمان لما تكون غلطانه تقول لك انا غلطانه، صحيح، يعني تقر، تصوري قد ايه واحد يقدر يقول لك انا غلطانه، هيدا شجاعه على التي في تقول لك غلطانه، بالعكس. الصورة الأخيرة والشخصية الأخيرة، الصورة الأخيرة مارغريت تاتشر. مارغريت تاتشر هي شخص من الأشخاص يلي الناس يمكن يقولوا اوكي كاريزماتيك، ما كاريزماتيك، كاريزماتيك لا ما كاريزماتيك، لا كثير كاريزماتيك كانت، ذكية كثير، تعرف تتواصل بعيونها، تطلع فيك بالعيون، تطلع بنبرة صوتها، تحكيكي، وهون المغناطيسي، هون الكترو ماجنتيك فورس، يعني صوت صوتها
البيس اللي عم تمشي فيها، الحكي اللي عم تحكيك اياه، لانها كثير ذكيه المراه، بتخليك تصغي لو ما بدك تسمعي. اكزاكتلي بتفرض عليك الاصغاء لانها ذكيه، بتجيب معها يو نو سبورت. وبذات الوقت مثل ما قلت بالكرايسيس لما يكون في مصيبه، هيدي من الاشخاص اللي كاريزما تبعها بيطلع للمية، مثل مثلا تشرشل، مثل الكسندر ذا جريت، مثل كليوباترا كمان كانت هيك. لما يكون في مصيبه هون اللي بتشوفيه هون وبتشوفي الكاريزما تبعهم قد منا قويه. حلو كثير هالفقره سونيا، عن جد يعني نحن فينا نكون اشخاص كاريزماتيك من خلال هالصفات يعني اللي ذكرناهم ونتمتع فيهم. بالزبط. اكيد بالزبط. انا بس بدي اقول انه مش بس السياسيه والناس المعروفين هن عندهم او بيتعلموا كاريزما يعني. حيالله شخص. شخص يمكن الويتر بالمطعم يكون عنده كاريزما لانه طريقته التواصل معك قريبه، واكيد بيعطيك هالثقه. ثانك يو سونيا، بنشوفك نكست ويك اذا الله راد. اهلا وسهلا فيك. دقيقه قليله مع الاعلان وبنرجع بنتابع بقيه فقرات ببيروت، خليكم برفقتنا. هيدا الجزء الثاني من تغطيتنا الخاصه والحصريه لكان فيلم فيستيفال والدوره 67. مدام كارولين دائما عندها ان توش دو غلامور لمهرجان كان. لحد الآن لازالت الجزائر هي الوحيدة متحصلة على السحفة الذهبية. كل سنة بتكون أحلى سهرة، وأحلى شيء فيها إنه الهدف اللي بدنا نعمل كرماله هيدي السهرة، كل العالم تجي من فرنسا ومن لبنان ليدعموا جمعية لزامي دي لوبون، هاي أحلى شغلة. سباق النجوم وسباق أيضا المصممين. Amazing, beautiful ambiance and beautiful people. يومياً الساعة 6 المساء على الـ LBC. هل هو كائن من الفضاء الخارجي؟ عصفور بغرب باللغة الألمانية؟ أو فكرة بتغير العالم؟ أو يمكن معقل الكوميديا الأمريكية؟ كونان، كل هالمجموعة وأغرب من الثلاثة للجمعة الساعة 11 المساء على الـ LBC. شوبيز يومياً الساعة 5 المساء على LBC. من لبنان للخليج العربي ومصر والمغرب العربي وكافة أنحاء الوطن العربي، برنامج واحد بسلط الضوء على أجمل وأجدد الأغاني. مين اللي مسيطر على المركز الأول؟ إليسا، عمرو دياب، فنان العرب محمد عبدو، أو المطربة نوال الكويتية. أغاني بتتقدم
أغاني بتتراجع، وكل التفاصيل ببرنامج توب 40، برنامج السباق الرسمي للأغنية العربية بالوطن العربي. توب 40 الخميس الساعة 7 المساء على الـ LBC. What do you know about getting a visa to Saudi? شك. فيزا السعودية؟ ليش تحتاج فيزا للسعودية؟ عندي شهروي كام. غيري. What? Oh my god. Are you serious? Yeah. قاعدة حكي ريلي. مرة واحدة يجي للتليفون، شيل التليفون. شلت التليفون، اتصلت بنية. ما اجتني لازم تعرفين مين قاعد تصل في مثل بأي طريقة. اقرأي. I'll wait for you to finalize things your side. خيني. Look, daddy's doing some stuff, all right? And it's going to be good for the family. حركات ماتي صراحة is way beyond any behavior. انزين؟ فوجئ انا قاعدة حاكي ماجدة بس في نفس الوقت في لبنان وقاعدة استانس في اسمها. اهلا وسهلا ببيروت. احداث راح تتسارع، مفاجآت راح تنكشف. فاطمة عندك انت مشكلتين حقيقة بالدقن. ما عندك حق يا فاطمة. ما عندك قاعدة تمر في أسوأ مراحل حياتي الزوجية. Hope you like it. It's nothing too big. بالحلقة الأخيرة من حياة خوات الجمعة الساعة 7 المساء على الـ LBC. صنفلك الجديد، الحل لمشكلة تساقط الشعر. جديد أوريو بنكهة الآيس كريم. بفقرة صحة لليوم مع الأخصائية بعلاج أمراض الغدد الصماء والسكري دكتور باولا عطلة، اليوم رح نحكي عن التعصيب، الستريس، التوتر اللي هي حالات منقطع فيها نحن يوميا، دايما منسأل شو السبب. التفاصيل بهالفقرة معك دكتور عطلة، أهلا وسهلا فيك. بونسوار ساشا. بونسوار. دكتور بداية بنبلش بغدة الرأس وغير أنواع من الغدد اللي بتأثر على الجسم وبتسبب يمكن بعض المشاكل النفسية، شو تفسيرك بداية من ناحية طبية لهالحالة؟ هلا غدة الرأس بيقولوها هيك بالنحو بالدارج، يعني هي أصلا الغدة نخامية. نخامية. هي هالغدة بتأثر على كل الأعضاء عنا اللي هن الغدد الصماء اللي بيفرزوا هرمونات حتى يقدروا يفرزوا الهرمونات تبعهم. هلا نحكي عنهم بالتفصيل، بس شغلة مهمة نقولها إنه كل حالات التعصيب النفسي وكل حالات الأدوية تبع الأعصاب اللي المريض بيقدر يكون عم ياخدها فيها تأثر على إفرازات غدة الرأس، غدة النخامية يعني. مثل ما خلل أو إفراط ببعض إفرازات الهرمونات فيها تعطي أعراض نفسية والواحد يعالجها كمرض نفسي ويكون لقى في مرض بالغدة. بقى هيدي لازم الواحد يقدر يفتش على العوارض تبع غدد معينة ليقدر يعرف إذا مزبوط حالة نفسية أو حالة ناتجة عن مشكلة بالغدد. طب هالخلل شو بتكون نتيجته دكتور، أو شو بيكون سبب هالخلل اللي حصل بهالغدة؟ هلا لا نحكي شوي عن هالغدة. هي هالغدة النخامية بتأثر من غدة فوقها اللي هي بالإيبوفيز، يعني فوقها في الهايبوتالاموس، بيبعت لها كمان هرمونات ثرو أعصاب رفيعة، بيوصل لها هرمونات، هي بتصير تفرز هرموناتها، وهرموناتها في عنا هرمونة مهمة بتأثر على النمو للواحد ينمى طبيعي، بده يكون هرمونة النمو طبيعية، لأن إذا هرمونة النمو بطيئة مش ظابطة بيطلع الواحد قزم، عنده مرض القزم، إذا عنده القزم أكيد رح تأثر على حالته النفسية لأن رح يصير يمكن عنده تعقيد، وإذا كان إفراطها بالإفراز كتير رح يطلع الواحد جاينت، بيطلع كتير طويل مع مشاكل بجسمه، مشاكل بعصبه، أوجاع براسه، بصير عنده أمراض غدد، أمراض ضغط، أمراض بتأثر على بقية الغدد بيكبره، في يكون عنده ارتفاع بالسكري كمان. هولي مش كتير يعني كتير يعني نسبتهم قوية يعني يمكن درجتهم قليلة للواحد يشوفهم. فيها تأثر كمان على هرمونات على الغدد التناسلية، يعني إذا ما عم تفرز الغدد التناسلية الهرمون اللي من غدة الرأس بتأثر على الغدد التناسلية، بصير في عنا تأخير بكل التكون إن كان عند الشاب أو عند البنت، يعني يا أما الميعاد وتكون الجسم ما بيصير عند الأنثى، يا أما ذات الشيء عند الشاب ما بيصير في تكون، وهذا كله بده يأثر على انزعاج نفسي. وإذا بالعكس في إفرازات كتير قوية بده يصير في كمان
تأخير بالتكون، وفيها تأثر كمان على الغدة الدرقية، نعرفها الغدة اللي بالرقبة، كمان الإفراز القوي. نحن بنعرف اللي عنده إفراز قوي بالغدة الدرقية صير في عنده تعصيب كتير قوي ما بيقدر يقعد محله، وإذا بالعكس كان عنده إفراز بطيء رح يصير في عنده ديبريشن، انحباط نفسي كتير قوي. وفي عنده غير أشياء بيقدر الواحد يعرف انه هاي الغدة الدرقية اللي عندها مشكلة. واخر غدة هن الغدد فوق الكلاوي اللي هو بيفرزوا خاصة مادة الكورتيزون بالجسم. اذا كان غدة الراس عم تجبرهم يفرزوا مادة الكورتيزون بسبب كتير قوي، بتعمل لهم كمان مشاكل نفسية، غير انه بتعمل لهم ارتفاع بالضغط ومرض سكري ومشكلة بالعضل اللي بيصير يدوب عندهم، ما فيهم يطلعوا درج ولا ينهزوا، وبصير في عنده كمان مشكلة بيترقى العظام. يعني هي مؤثرة على كل هالهرمونات، كل أنواع الغدد، كل أنواع الغدد إذا خربت في الواحد يكون عنده مشاكل أعصاب. طب دكتور لنعطي إكزامبل أو مثل، مثلا الغدة الدرقية أي خلل فيها ممكن يأثر ويؤدي لمشاكل نفسية، ممكن يصير في توتر، تعصيب، كآبة. طب الشخص هون كيف بده يعرف يشخص يعني بينه وبين حاله؟ هل في عوارض معينة؟ لأنه كتير من الأحيان تسمع الأشخاص بتقلك ما بعرف إذا عندي خلل بالغدة الدرقية إلا بعد فحوصات للغدة. مظبوط. هلا بس يكون الغده الدرقيه فيها افراط بافرازها، اعطينا مثل يعني بس عن الغده الدرقيه. اذا عندها افراط بافرازها رح يصير الواحد في عنده تعرق شديد، رح يصير في عنده طرقات قلب كثير قويه، رح يصير في عنده تعب اذا بده يعمل حيالله شغله يطلع درج او يعمل مجهود، اذا بده يعمل رياضه ما بيقدر، رح في عنده ضعف، فقدان بالوزن، وخاصه فقدان الوزن بياثر على العضل مش على الفات تبعه، هيك بصير هالعضل القوي. في يصير في عنده كمان اسهال كتير قوي، إذا عند الأنثى في يصير عنده مشاكل بالدورة الشهرية، وكل هالأشياء مع تعصيب كتير قوي، بتصير الوحدة تقلك ببكي من حيالها شغلة أو ما بقدر اسمع حدا حكاني بدي صرخ. يعني هو كتير عوارض فيهم يخلوا الأنثى إذا كانت بنت أو إذا كان شاب يتجه عند الطبيب، طبيب من هالعوارض بيفكر إنه بركي في إفراط بالغدة الدرقية، بيعمل فحوصات الدم وإذا لزم يمكن صور أو تخطيطات وبيعمل التشخيص لهالشي. بالعكس إذا كانت ما عم تفرز مزبوط بصير الواحد كسول، بصير في عنده مشاكل بالأطراف مثل الضفير عم يتكسر والشعر عم بيهر، الجلد عم بينشف، بصير في عنده قلة حيل، ما له خاصية يعمل شيء، يمكن يصير في تنفيخ بالإيدين، الخاتم ما يفوت، تنفيخ بالوجه، constipation بالعكس ما يقدر يفوت على الحمام. وهي بتعطي كمان كتير مشاكل تعصيب وتغيير بالمودز. من هيك عادة الحكمة الأمراض النفسية بيعرفوا لهالأشياء، كل مريض بيجي لعندهم عنده مشكلة نفسية دايما بيطلبوا له فحوصات الغدة الدرقية، لأن بيعرفوا انها كتير كتير بتتأثر بالمشاكل النفسية. يمكن من أكثر الغدد اللي بتؤثر وتسبب مشاكل نفسية الغدة الدرقية؟ لا، مشاكلها هي أكثر شيء بنشوفها بالايام العاديه. ما هوديك الغدد كثير بياثروا بس مشاكلهم قليله بالنسبه لنسبه السكان مثلا. الغده الدرقيه كثير مشاكلها قويه. طب شو حلت هالمشكله يا دكتور؟ لنقول عملنا الفحوصات اللازمه، لانه اكيد بتحسي في شيء مش مزبوط عم بيصير بالجسم وبحالتك النفسيه. عملنا الفحوصات، التدخل الطبي هون كيف بيتم؟ هلا صرنا بموضوع كتير طويل، ما فينا نقعد نفسر عنه، بس عادة العلاجات هي تدخل جراحي. الغدة الدرقية إذا عم تفرز كتير في عنا عدة حالات، أوقات بيكون في التهاب فيها والعلاج هو بس حبوب، في نوع التهابات ما في علاج شيء بس علاج لطرقات القلب، إذا كان بالعكس فيها شي عقدة عم تفرز كتير العلاج هو نحرقها باليود بعد ما نزبطها بحبوب يوقفوا لها حد من شغلها، وإذا كان كتير كتير كبير فيها بقلبها عدة عقد عم تشتغل كتير ساعتها بدها عملية جراحية. مش كلهم بدهم عملية جراحية، بينما إذا ما كانت عم تشتغل مزبوط ما في عملية جراحية إجمالا نعطيها حبة يعني تساعد شو نقص هالهرمون فيها، بترجلج الإفراز بالجسم وبرقب الطبيب من فترة للتانية إذا نسبة طبيعية، بس ما في عمليات بهالحالة. ما في عمليات. طب هالحبة الدواء هي الشخص بيخدها على طول ولا لا مع الوقت ممكن ترجع؟ حسب الحالات، حسب الحالات، بس اجمالا اذا في مثل التهاب عم بخلي الغده تزم وما عم تفرز مزبوط ابدا، الدواء بيكون كل الحياه. وهذا الدواء اجمالا عياره بينزيد بفترات الحمل عند السيده اذا في رضاعه، برجع بيتخفف العيار، بيتخفف مع العمر يعني حسب الوزن حسب الفصول بيتغير. هيك دائما الواحد بده يراجع الطبيب ليقدر يظبط العيار. بس غير غدد
هوليك بيكون بدهم عمليات جراحيه او عمليات. اذا في عنا درانه بغده الراس عم تفرز هرمون النمو بشكل سوبر قوي وصارت من بعد مرحله النضوج، يعني واحد كان كبير رح يصير في الواحد عنده تغيرات بجسمه، مثلا بيكبر نمره اجره، بيكبروا ايديه، بيكبر منخاره، حنكه بيكبر، سنانه بصيروا يزيحوا من محلهم، عنده وجع راس كثير قوي، بصير في عنده كثير مشاكل بجسمه. هذا ما بنقدر نخليها للغده لانها كثير مخطره، بتعمل له تضخم بالقلب وفي تؤدي للوفاة. يعني بقى مجبور نعمل عملية جراحية ساعتها لهالغدة وتنقام من محلها، وإذا عملية الغدة الجراحية ما أدت لأنه الواحد يتصح ويطيب لأنه قليلة يصح منها، بينجبر ياخد في أدوية خصوصية بتتاخد بإبر، هي بإبر بحقن بتنعمل تحت الجلد مرة بالشهر مثلا حتى يترجلج إفرازها بشكل منتظم لتتخفف العوارض اللي هي عم تأثر لها. يعني إذا كنا يمكن بالنصيحة أو خلاصة توصية معينة خلال بختام هالفقرة نقول إذا كنا عم نعصب كتير، لأنه ممكن تعصبي شيء صغير يمكن بسيط بنهار يعصبك وخلص يخترب نهارك كله، إنما التعصيب الدائم، الستراس، التوتر، الضغط، دقات القلب السريعة، نسأل حالنا ليش ونستشير طبيب. مزبوط، خاصة إذا في غير عوارض، أوجع ظهر، حالة مش طبيعية، ضعف، توتر كتير قوي، قلق بالليل، يعني كل الأمراض الغدد بس تعطي مشاكل فيهم يكونوا متشعبين ببعضهم. ارتفاع الضغط الجديد مش مزمن فجأة يصير عند الواحد، ارتفاع السكري وبعيلته ما في عنده سكري، كلهم هون انتبه لهم، ونسأل نشوف الطبيب، مش نقول أعصاب وتحكمنا الجارة أو الفرمشانية، يعني فيهم يكونوا مرض فينا نصححه ويمشي الحال. عالصبحية هيك على القهوة خليك عمل حبيتك زنكس على الماشي. دكتور بابلا عطل، أهلا وسهلا فيك، شكرا لحضورك معنا وإن شاء الله منشوفك عن قريب. أهلا وسهلا. مرسي ساشا. بعد علاقة 3 سنين بين جي لو وكاسبر سمارت، مثل ما سمعنا هيك وعرفنا أنه انفصلوا عن بعض، التفاصيل بهالتقرير ومنتابع بقية فقراتنا. بعد علاقة دامت لما يقارب العامين ونصف العام، انفصلت النجمة جينيفر لوبيز عن حبيبها الراقص ومصمم الرقص كاسبر سمارت، بحيث أكد الطرفان أنهما سيحافظان على صداقتهما بالرغم من انتهاء علاقتهما العاطفية، خصوصا وأن ولدي لوبيز متعلقان جدا بكاسبر الذي غدا فردا من العائلة، لذا يمكننا أن نتوقع لقاءات لاحقة بين الثنائي. هذا وكشفت مصادر مطلعة لموقع بيبل أن الثنائي انفصل منذ ما يقارب 6 أسابيع وأنهما يحاولان حاليا تخطي الأمر، مشيرة إلى أن علاقتهما كانت تمر خلال الأشهر الأخيرة بتوتر ملحوظ وأن قرار الانفصال لم يكن مفاجئا على الإطلاق. ولوبيز التي تكبر سمارت ب18 عاما كانت قد بدأت بمعادته فقط بعد 3 أشهر من انفصالها عن زوجها مارك أنتوني العام 2012، والذي قيل بأن لوبيز استشارته قبل انفصالها عن كاسبر وقد كان ودودا ووقف بجانبها. هذا وقد أمنت لوبيز لكاسبر حياة من الرفاهية لن يحلم بها، إذ بابتعاده عن جينيفر لن يطير بعد اليوم في طائرات خاصة ولن يجلس في الصف الأول بجانب كانيه ويست في أسبوع الموضة الباريسي، ولن يحصل على آلاف الدولارات التي كانت النجمة تغدقها عليه يوميا. اوكي
من فترة أسواق بيروت على بعد أمطار من برنامجنا كان في تحديدا بصالة الفينيو معرض للفن التجريبي شاركوا فيه الفنانين اللبنانيين والعرب، ومعنا اليوم الفنانة رانيا عمرو اللي شاركت بهالمهرجان من خلال فيديو مصور، وهالفيديو بيعكس واقع الأطفال السوريين الموجودين بلبنان بصفة لاجئين تحت عنوان طفولة هاربة. أهلا وسهلا فيك رانيا. كيفك؟ ماشي الحال. خبرينا عن تجربة اللي شاركت فيها بالمعرض التجريبي. شاركت بفيديو ارت، فيديو قصير مصور. مصور كانت اول تجربة لي بالفيديو ارت. انا بالاساس فنانة تشكيلية، ترسمي، برسم لوحات. انه الفن التشكيلي عبارة عن كل شيء بتعلق بالشكل، والشكل هو شيء بتقسيه بالشكل وباللون كمان. أكيد بالشكل وباللون، كل شيء بتعلق بالرؤية البصرية. صحيح. أكيد. بوحدة قياس مكانية يعني بالمتر، بخلاف الفنون الأخرى مثل الموسيقى والرقص والشعر بدك تقسيه بوحدة قياس زمنية. الحلو بفن الفيديو انه بيخدم الطرحين، انه الشكلي والزمني بحاجه لاثنين، وحسيت انه هاي الرؤيه اللي عم بطرحها بحاجه اني اجسدها باثنين، ما بتنفع اني اقولها بلوحه، ما بقدر اعبر عن الطرح اللي بدي اياه. حبيت عبر فيديو مصور، حسيت انه بحاجه اني اعبر. حسيتي بهالتحدي رانيا؟ يعني معود يمكن على نمط فني معين تنتقلي الى عالم التصوير، لانه كمان بده دقه وبده حرفيه. اكيد اكيد ما كان عندي الحرفيه اللازمه، بس الفكره اني اعبر، وصل فكرتي كانت انه الروح اللي بدي وصلها والرساله اللي بدي وصلها مش ضروري توصل مثل ما هي، انه بالنهايه هو نص بصري مفتوح متعدد التاويلات يعني، والمشاهد حر كيف بدها توصل له، بس انه مسج توصل. صح. كيف ما كانت. ليش طفوله هاربه؟ ليش الاطفال السوريين او اللاجئين؟ لانه هيدا واقع عم نعيشه او عم شاهده يوميا. المخيم اللي صورت فيه مخيم حقيقي، حد شغلي، انا ساكنه بمنطقه صور. نعم. كل يوم بمرق منه، وبالفعل شفت بنت عم بتجر اني نتغيز، وصرت افكر انه شو عم بتفكر هاي البنت الصغيره، انه شو في وراء، وليش مبسوطه مثلا، مبسوطه فعلا هي؟ نعم رانيا. احيانا بتسرح بتحسيها في هموم براسها، في 100,000 شغله بتوقف. هلو. خلينا نحضر بعد مشاهد من الفيديو طفولة هاربة. رانيا هيدي هي الفتاة اللي حكيتي عنها، شو بتكون عم بتفكر؟ شو العالم
اللي هي عايشة فيه، شو هوجسها، همومة، كله جربت تعيشيه؟ يعني شو فيه أنت هيك من منظارك هالتأثر حبيت تعكسيه من خلال هالفين؟ واللي هي بذات وهي اللي بذات الوقت لازم تكون عم ترقص أو عم بتمارس طفولتها الطبيعية، فكيف حبيت توصل الفكرة؟ لأنه العنوان قاسي شوي، طفولة هاربة، وشفنا أنا عم بتجر الغاز بذات الوقت عم تشوف بنت عم ترقص بالي. شو حبيت توصل؟ أي فكرة؟ وهل اشتغلتي هالفيديو وحدك أو حدا ساعدك؟ أول شيء أنه أنا فكرت أنه يا ريت بقدر جيب هاي البنت، هي ذاتها تقدر تجسد لأنه البنت كانت كتير معبرة وما بتحسيها بنت انه عن جد هي خلقت لتجر هالجره، بتحسي لا كانه كاين عندها شيء. انه جربت احكيها بالاول، جاوبت معي وحكيتني، وانا اذا بدك برقص لك بالي اذا تصورتيني. بعد شوي انتبهت وتلبكت، ما فيني وبعدي ما بقدر الشخصيات يعني بفتت اخرى ما بقدر بليز ما تصوريني لانه في شخص ما بيقبل. حسيت يا مردده او مردده، وفي حدا بيمنعهم يتصوروا في حدا بيمنعهم يتصوروا بدهم ياخذوا اذن او شيء. رانيا خبرينا تفاعل الناس بعد ما شافوا هالفيلم، لانه بعرف انه كانوا كتار الزوار بهالمعرض تحديدا، وجربنا نتعرف على مجموعه كبيره من الفنانين. كيف كانت ردود الفعل؟ يمكن بعد التعليقات كمان اللي سمعتيها. ناس كتير، اول شيء صار في كتير زيارات للمعرض، كتير حبت الناس، خصوصا لانه معرض تجريبي في تجارب جديده. ناس ملت من الاشياء القديمه. انا فنانه لوحات وبعترف انه الناس يعني اللوحه شغل متحفي، ومش كل العالم تستهوي الروحه على المتاحف. صحيح انه يعني مش عم تحتضر اللوحه بس عم بتعيش اخر ايامها. مش كل العالم بتحب هالنوع او بتستهويه. اوكي صح. هي جرعه جمال، بس صارت العالم عم تاخذ جرعه الجمال يمكن من الموبايل، من اللابتوب، من التكنولوجي الجديده. صارت بحاجه لاشياء اكثر. رانيا قبل ما تصوري هيدا الفيديو رحتي على مخيمات، حكيتي مع اطفال بيعانوا من نفس المشكله، او بس هي الطفله اللي عجبتك واللي جذبتك هي اللي تعطيتي معها؟ الاطفال السوريين بالذات لا، ما فيك تحتكي فيهم لانه ممنوع. ما بعرف شو الاسباب يعني. بس انه اكيد هيدي حبيت توصل الرساله مثل ما حكينا ببدايه اللقاء. رانيا شكرا لحضورك معنا، بالفعل بنحييك على هالفيلم، وان شاء الله بنشوفك عن قريب كمان باعمال اذا شي فنيه او مثل ما شفنا بتشبه هالعمل. لا اكيد عندنا اعمال كثيره ومشاريع قادمه، مشاريع قادمه، وبتتوجه خصوصا لفئه الشباب لانه هن الفئه الاكثر تاثيرا بالمجتمع وهن الاكثر اللي بدهم يتفاعلوا معنا. عندنا هلا مشروع بمنطقه الجنوب تحديدا بمنطقه سور، مشروع ثقافية بدها تقوم فيه بإطار تعاون مع الجامعة اللبنانية. نعم. الحركة الثقافية. نعم. بدها تقوم فيه بإطار تعاون مع الجامعة اللبنانية. حيكون مهرجان كبير بمنطقة. نعم. الجنوب، ورح ينتقل إن شاء الله لبقية المناطق. موفقة رانيا، أهلا وسهلا فيك وشكرا لحضورك معنا. أهلا وسهلا فيك. فاصل إعلاني وبنرجع منتابع بقية فقرات ببيروت، خليكن معنا. هيدا الجزء الثاني من تغطيتنا الخاصة والحصرية لكان فيلم فيستيفال والدورة 67. مدام كارولين دايما عندها انتوش دو غلامور لمهرجان كان. لحد الآن لازالت الجزائر هي الوحيدة متحصلة على السحفة الذهبية. السنة بتكون أحلى سهرة، وأحلى شي فيها أنه الهدف اللي بدنا نعمل كرماله هيدي السهرة، كل العالم تجي من فرنسا ومن لبنان ليدعموا جمعية لزامي دي ليبون، وهي أحلى شغلة. سباق النجوم وسباق أيضا المصممين. Amazing, beautiful ambiance and beautiful people.
منتابع ببيروت وبفقرة صحة نفسية. موضوعنا هو الهواية لما تتحول لمهنة، انعكاسات هالموضوع وأهميته مع ضيفتنا التفاصيل مع الأخصائية بالعلاج النفسي دكتور ماري أنج نهرة. ألو وسهلا فيك دكتور. ميرسي، أهلا فيكم. ميرسي ساشا. دكتور، كيف فينا نعرف الهواية؟ هي كفاءة، كفاءة معينة، هي بتبلش برغبة عندك إياها بموضوع معين، شغف، وبيتحول لكفاءة مع الوقت بما أنه أنت عم تستهلكي هيدا الموضوع، عم تصيري أكتر وأكتر ضليعة فيه، فبتصيري مع الوقت شاطرة ومطلوبة لهالشغلة هيدي، فبتبلش هواية لأنه بترضيك، بترضي نزواتك ورغباتك، يعني بيصفي عندك فخر بأنك أنت شاطرة بهالشغلة. بيكون عندك متعة كمان لما تمرسيها وبتقومي بأي أمر معين. متعة من ناحية إيجابية وفشي تخلق من الناحية السلبية، يعني إذا أنت معصبة من شيء ومثلا معودة تسبحي وبتحب السباحة بتصير تفش خلقك بسباحة، إذا مثلا متضايقة أو زعلانة وبتمارس آلة موسيقية معينة بتصير تدق على البيانو، وبتصفي عن جد هواية وسيلة علاجية عند الإنسان الطبيعي يلي ما عنده اضطرابات نفسية كتير خطرة، وسيلة بتساعده أنه ينبسط أكتر بحياته اليومية بإيجابية، يعني مش أنه يواجه شغله ومشاكل الحياة بناء ونكد، بصير كتير بوزيتيف. طب متى هالهواية بتتحول لمهنة؟ لما بيصيروا الناس يطلعوا فيها، لما بيصيروا الناس يلاحظوا انه مثلا هواية تقدم برامج بس انت شاطرة بتقدم البرامج، طب ليه ما بتنتهنيها؟ بتصيري تروحي انت خصوصي تاخدي دروس بالالقاء، تفوت على الجامعة يعني بتتخصصي بهالشغلة، الهواية بتبلش معنا عن صغر، فلما نحن بننتبه لها وبننميها بتصفي مهنة بالمستقبل، يعني فينا نمتهنها، بس هيدي حسب ما الاخرين يلفتوا لك نظرك، في ناس عندهم كثير هوايات الاهل ما بينتبهوا لها او ما بيركزوا عليها، او مثلا اعطيكي مثل، انا ابني بحب كثير الفوتبول بس انه مش هوايتي ابدا اعمله لعيب فوتبول، وهو هو حلم حياته لعب ولا المونديال كمان عن قريب فبالضبط. ونحن هون بدنا ننتبه نميز، يعني طبعا مش انه نحن بنقرر عن اولادنا ولكن بدنا نشوف شو رغبات اولادنا، يعني مش كل الهوايات ممكن تصير مهنه. فوالا اكزاكتلي، مش كل هوايه فينا نعطيها هالقد حجم من حياتنا لتصفي مهنه واحتراف، وانما فيها تضل بمركز الهوايه وتكون كثير مفيده وايجابيه بالحياه. يعني قديش هون الاهل دكتور نهره مثل ما ذكرتي لهم دور كثير كبير بتوجيه هالولد، يعني اذا عنده هوايه معينه اذا هن مع هالهوايه ممكن تتحول لمهنه. صحيح صحيح، اوقات بيستفيدوا الاهل على حساب الاولاد، يعني باوروبا وبامريكا اذا بتلاحظي في اهل بيدفشوا اولادهم ليغنوا مثلا وبحطوهم على اليوتيوب وبيصيروا يعملوا لهم دعايه عن جد بيدفشون، يعني حتى لو صوتهم مش حلو اوقات بيستغلوا هيدا هالامكانيه اللي عنده اياها الولد ليعملوا منها ضجه اعلاميه او ماديا، يعني يكون في منها مردود مادي او تجاري، فنحن بدنا ننتبه هون ما نوقع بهالاستغلال هيدا. الهوايه مفترض تبقى بمركز المتعه، يعني الرغبه الشغف اللي عندك بموضوع وتقدر تستفيدي منه بحياتك من دون ما تصفي عبء. طب تسمع كثير كمان من اشخاص راشدين يعني خلص عنده النضج الكافي، مثلا هو مهنته الاساسيه بتكون لنعتبر الرسم، بتسالي انه ها مهنتك الاساسيه؟ بقول لك لا، هيدي هوايتي، اذا صارت مهنتي وانا ببالي انها مهنتي رح مل منها. بالضبط، فخليها هواية وما تكون مهنة. كثير حلو هالسؤال، وانا يعني بصب بهالخانة، كثير اساسي انه نحب مهنتنا، بمعنى انها تكون عندنا سورس دو بليزير، يعني مش بس سورس دو ريفينيو، يعني ما تكون هي بس مسبب للانتاجية وانما تكون سبب للمتعة. لما بتروحي على مهنتك وانت عايشتيها بهالشغف بتكون اكثر من هواية، بتكون معبيت لك حياتك وبالتالي بتعمليها بنجاح كثير كبير، وهذا اللي بيميز بعض الاشخاص المهنيين عن غيرهم. يعني بتلاقي انه في مثلا اثنين محاميه، واحد عم بيعملها قانونيا دارسها وبيعرفها ومتقنها ولكن منه مبدع، والاخر يمكن منه هالقد حافظ عن الغيب كل المعلومات ولكن محنك وبتلبق له وبتلبق لشخصيته. هون بتشوف انه المهنه لبسته لبس، لانه فعلا بتكون عنده هوايه بالاساس بميزات هيدي المهنه، يعني بسمات هيدي الهوايه. يعني ضروري هالمهنه تكون جزء منها هو كان هوايته للشخص من الاساس حتى تبقى المتعه والشغف. صحيح، ونحن انا بالمحاضرات اللي بعملهم كثير بوجه المراهقين انه يختاروا اجمالا بالترمينال وبالباك، اكثر شيء عندنا هالمشكله انه يختاروا المهنه يلي بتقبل
تقرب شخصيتهم يلي قريبة من أحلامهم، مش مهنة بابا لأنه بابا سياسي مضطر أنا أطلع مهنة مثله الوالد يعني. أو إيه أو يعني كتير أوقات الولد بيتأثر بأمه أو ببيه وبيمتهن مصالحهم عن بس كمان إلا شيء من المردود المادي، يعني أمرار بتفكر أنه لازم يمكن هالهوية إذا نميتها وصارت مهنتي تعطيني هالمردود الكافي لألي. لكن فينا مش ضروري يكون فيها متعة يعني، بس انه في مردود. اذا عم نحكي عن هواية هي ضروري متعة، اذا عم نحكي عن مهنة صح بيكون الواحد كثير اوقات بياخد هيدي المصلحة لانها فعلية يعني بيقدر يستفيد منها ماديا، ولكن مثلا بعرف شخص بحب الاثار كثير بس بيعرف انه علم الاثار ما رح يغني، فبالتالي بيمارسها كهواية ومش ما اخذها كمصلحة، وهو بالمقابل بيدرس او ما لها مردود مادي. بس اذا عم نحكي عن هوايه لازم تضل متعه والا تفقد قيمتها، حتى ولو صارت مصلحته للانسان لازم يضل عنده متعه بانه يمارسها. بس خلينا اعطي امثال بتحكي عنا، مثلا الموسيقى، عنا الرياضه، ذكرنا السباحة والفوتبول، عنا علم الأثار، عنا الإعلام. هدول هوايات بيتحولوا لمهن وبيقدروا يصيروا بمحل معين على مستوى احتراف، ولكن في هوايات تانية مثلا المشي على الحبال، اعتبري انه مش كل العالم رح تعمل بعدين السيركس سيرك وتروح على حبال، مثلا التسلق على الاماكن العاليه مش كل الناس حتحترفها وتصفي عندها مصدر عيشها التسلق على الجبال، ولكن بعض الاشخاص حيتميزوا عن غيرهم بقدر ما عندهم شغف لهالشغله. صحيح. شو انعكاسات هالموضوع بس الهوايه تتحول وتصير مهنه؟ الى انعكاسات معينه لانه حكينا كثير عن الايجابيات. لكن الخطر الوحيد، مش رح نقول انعكاس، ولكن الخطر الوحيد اللي منوقع فيه مننزلق عليه هو انه نبطل قابضين شغلتنا جد. يعني لما الكوميديا عادة هيك يعني أشخاص كتير محترفين بالتمثيل، ولكن أوقات قد ما بيستلذوا وبيعملوا ارتجال وبيمارسوا اللعبة بتصفي لعبة بين إيديهم المهنة، فهون في خطر شوي تنزلق على قلة الجدية يعني بالتعاطي. ما في شك أنه بتفقد من كاحتراف بتفقد من المستوى المطلوب. هيدي بس فقط يمكن السلبيه فقط، ابدا ما في ابدا سلبيات، بالعكس احلى شيء بالحياه انك تحبي اللي عم تعمليه، واذا امتهنتي او احترفتي بالشغل اللي بتحبيها بتبدعي. الحمد لله عنا، احنا عنا، انا موجوده مكان هالقد بحبه وهالقد عندي شغف له، وان شاء الله بنضل هيك. ما اكيد لك هيدي نعمه، ايه؟ انا بقول هيدي مش كل الناس عندهم هيدا الحظ. صح. لانه مثل ما ذكرنا باول حلقه في اشخاص بيضطروا يقوموا بمهنه معينه نتيجه ظروف معينه. صحيح. فاللي عنده اللوكس انه ينقي هو هوايه معينه واخر شيء يبدع فيها فعلا هذا بيعطيها كثير وهي بتعطي كثير. صح. دكتور نهرة شكرا لهالنصيحه الاخيره. Thank كمان you. بختام هالفقره، واهلا وسهلا فيك وبنشوفك اسبوع الجاي ان الله راد. وبموضوع تكميل للهوايه كيف ننمي الموهبه، يعني كيف فينا ناخذ الموهبه كمان بطريقه ايجابيه، هذا اللي كنا عم نحكيه كمان. صحيح. بالبدايه بنشوفك لكان اسبوع الجاي مره جديده بنرجع بنشوف بعض المقتطفات من الحفل المميز والرائع لختام مهرجان موازين مع المبدع فنان العرب محمد عبده. بنتابع المقتطفات سوا ونكفي ببيروت. لو تغيب الدنيا عمرك ما تغيب، شوف حالي من فضلي علي، كل شي حولي يذكرني بشي، حتى صوت وضحكتي لك فيها شي. Yeah.
وصلنا لفقره اسبوعيه ثابته كتار بينطروها لنفوت على مطبخ الشيف سليمان خونت ونتعرف شو محضر لنا طبخه لليوم. هاي سليمان. بونجور نيفين، كيفك؟ بونجور، منيحه، انت كيفك؟ ماشي الحال، الحمد لله. شو محضر لنا لليوم؟ مثل ما عودنا مشاهدينا، نحن هلا بفصل الصيف، عندنا الوان حلوه كثير وعم نشتغل كثير على المقبلات. نعم. اليوم محضرين نوع من المقبلات، في نوعين من النكهات، في عنا بندورة مشوية. أوكي. بس عم نضطر دايما تحت الهواء. شوينا البندورة المقشرة، طحناها، اللي بدنا نضيفه لها بدنا نحط لها شوية طرخوم. الطرخوم هو نبتة بحرية اسمه استراغون، بيروح مع كل الأكل البحري. طبعا بدنا نحط شوية ملح. أوكي. وشوية بهار. بهار. اليوم نيفين اللي راح تشوفيه رح نعمل فوكس، رح نشدد على النكهات المستقلة. أوكي. يعني بس طرخوم مع ملح وبهار، وما في شك انه عصرة حامض لكل شيء بحري بيطلع عنا كتير طيب، كتير أطيب. هون بدي الفت نظر لشغلة صغيرة، انه كل ما بنكون عم نشتغل بالاشياء الطازجة، يعني اذا عصرنا حامض قبل بنهار لازم نعرف انه تاني يوم نكهته مش مثل اول يوم. اوكي. وهذا يعني الشيء الحامض بده يكون اول ما قشرناه، اول ما عصرناه نستعمله. وبنفس الوقت اذا بنقدر نعصر دغري فوق الطبخه كمان هيدا الشيء بيكون كثير ايجابي. هلا رح تشوفي الالوان تبع الطبق اللي رح نحضره اليوم قد ايه رح يطلع حلو، وانا استوحيت منك تحت الهواء وبعد حدا رح جاب لي ورد، تنظيف ورد على الطبق تبعنا. عنا هالنكهات، اول شغله قلنا بندوره مشويه، حطينا لها ملح بهار وعصرة حامض، كثير منيح مع البندورة المشوية. ويفضل انه الحامض نعصرها دغري فوق الصوص. وهيدا اللون اخضر هو الطرخوم. اوكي. اوكي. خبريني، شاطرة بالطبخ نيفين؟ كثير كثير شاطرة. ما بخبرك قد ايه. اوكي. هيدي دلالة تعلمني انت. اكيد فيني اعلمك، وفيك تبقي تاخذي الريسيت من عندنا من هون. اكيد. يعني برنامجنا عم بيكون هلا عم بحفظهم لهلا روح اعملهم بالبيت. كثير منيح، هيدا نوع المقبل هلا بتشوفي لما يخلص قد ايه بيكون شكله حلو وقديش اكيد طعمته بدها تكون طيبه. بدك تدقي لنا اياه للطبق؟ اكيد. اورايت. كل اللي عملناه اكيد قشرنا حبه الافوكا، بنجيب لها مبرشه ناعمه. اوكي. ما بعرف اذا مبين عنا كيف عم ينزل الافوكا على المبرشه. هيدا الشيء بهون علي اعمل شيء اسمه كولي دافوكا. اوكي. يعني اذا بدك بالعربي فيها تكون مسحوق الافوكاتو. ومثل ما كل مره بنشدد انه القيمه الغذائيه تبع نبته الافوكا بعد لليوم مش قادرين يحددوا اذا الافوكا هو خضره او فواكه. بس مما لا شك فيه انه قيمته الغذائيه كثير عاليه، غني بالاوميجا 3 وفي له فوائد غذائيه طلع التوب 1. الافوكا هو رقم واحد بالعالم من ناحية الخضار والفواكه بالقيمة الغذائية. إذا أنت بديك تحضري هيدا الشيء، شو بتقترحي علي حط فيه؟ أنا رح حط نفس العوامل، يعني رح حط شوية طرخوم، حامض شوي، شوية عصير حامض، زيت. زيت زيتون ما بده لأنه الأفوكا غني بالزيت. ما بنزيد له ما بنزيد، شوية عصير حامض، ملح مع الأفوكا، تحطي أنت كبسة. بعد شوي بتنزل هاي شوي شوي. وانا بدي احط شوية بهار. اوكي. اوكي. هلا بما انه عم نركب طبقات، وين الملقط؟ هيدا الملقط، ملقطنا الشهير. اول شيء دوقي لي هالكريسبي، هيدي هالنوع من الشيبس اللي رح اعمله. بس رح حضر ليفل طبقه بين كوليت تومات مسحوق البندوره والمسحوق الثاني اللي بدي احطه. بما انه نحن بحاجه لنكهه ثالثه قريبه من الشيء الكريسبي، رح حط كريسبي كمان، كريسبي رايس، يعني رز محمص جوينا الدنيا. عم جرب نعمل طبقه ثانيه من الرز المحمص لتتخيلي انت وعم تاكليها كمان شكلهم كثير طيب، الكولي ما يكون كثير موس مسحوق تحت. أوكي. تحت تمها نحن وعم ناكل. بما انه حطينا الكريسبي بنرجع بنحط كمان ثلاث طبقات من تشيبس. هيدا تشيبس نكهته طيبه كثير، جبته خصيصا فيه شوي حار بنكهه الحار. ايه. هلا رح نزيد عليهم الافوكا، كثير منيح. بس خليني
بس هيني ما بدها كثير. يعني اذا انت عم بتقولي هيني كثير منيح بحس حروح طبقها دغري بالبيت اكيد هلأ. مشاهدينا رح يحبوا هالشيء اللي عملناه. رح نجرب نعمل الافوكا بشكل دائري كونيل من ملعقه لملعقه بهالشكل هيدا. ونحطها نكهة الأفوكا هلا غنية بعصير الحامض وبالطرخوم. تاني وحدة طلعت أجمل من الأولى. هي قطعتنا الثالثة. عنا حبوب الكوردون محضر كرافات مسلوق. منشك معه حبة شمندر لنعطيه لون حلو. ومنشكها بالكاب تبعنا. شو حلوين. منحط لها الملقعة. وين قولك منحط الملقعة من هالميل؟ منحطها هون. عنا لونين ومنشيل أول وردة ومنحطها حد الصحن. ألوان متناسقة، حبيت الألوان؟ كثير حلوين الألوان، كثير بريزنتابل. أوكي، كل اللي عاملينه بالمارينات تبع الكروفات حطينا عصير حامض، ملح وبهار أوكي. أبيض. كل الهدف من هيدا الطبق، عفوا أنا عم طلع فيها أنا. هدول كلهم على حسابك لما نخلص بتاكلي منهم. وهي شوي قاسية. يلا شيف بعد معنا دقيقة لنكمل هولي. ما بحط الوردة كمان، أنا بساعدك بحط الوردة. اعملي معروف شوي كرمال يبين على الكاميرا نضيف. دقيقة كمان وردة صفرة. كمان وردة صفرة. بعد في شغلة أكيد بدي حطها قبل ما نخلص وهيدي لقلك كمان فيك تحطيها. تفضلي. بس خلينا كمان نمسح الكاب شوي. أوكي. في معنا ثلاث ورق خضر بيجوا مثل شابو ولورق اناناس. هيدا شو رأيك؟ يعني شكلهم صار بيشحي من الورد والالوان. ولا تاني واحد بلا ملعقة بس التالت. اوكي. بعد في عنا جرم صغير كرمال يطلع على حبوب الافوكا، عفوا على حبوب القريبس الكروفات. وبدنا نقول الف صحتين. بدك تغدي عنا اليوم؟ ايه اكيد. هلا هون انا رح اكلهم ثلاثتهم. اوكي ميرسي شيف. ميرسي لك نيفين. وهيدا طبقنا اليوم، نوعين من الكولي مع الكروفات. ميرسي شيف. نحن رح نكون ناطرينك جمعة الجاي كمان مع شي طبخة هيك طيبة. وهلا فاصل اخير ومنتابع بقية فقرات ببيروت. وصلنا لاخر قسم ببيروت وبضيافتنا خبير الموضه الياس شدراوي. واليوم بنحكي عن موضه خريف 2015. عم نسبق كثير لانه خلص حكينا كثير عن الموضه. زين هاي الياس. هاي ساشا. كيف هاي نبيل. ماشي الحال. حكينا كثير عن جد عن موضه ربيع وصيف مزبوط. 2014. لازم نشوف هلا شو الترند خريف. كمان نبلش نحضر حالنا. هيك كنا نخلص ترندات لنبلش قبل رمضان نحكي شوي عبايات، نقطع شوي فورمان، يعني خلينا نخلص الترند لبعدين شوي نفوت بغير تمات يعني قبل رمضان. شو الخطوط العريضه للموضه لموسم 2015 لخريف 2015؟ مزبوط. هلا مثل ما شفنا داشا ساشا قبل شفناهم بالكروس كولكشن ذات الشيء، يعني كثير كمان دارج شوي كل شيء اسمه سلوش، يعني كل شيء دارج يعني من مان، يعني كثير واسع درج كتير 60s. كل شيء فينتج لوك درج كتير 60s هيدي السنه. وسلوش ودرج كتير كنزل كتير طويله، يعني كل شيء درج مثل ما شفنا قبل يعني فينا ننصح وهيك في شيء بغطي. لا هو الواحد يكون ضعيف بس الكنزه كبيره. ما فينا ناخذ راحتنا يعني. ايه مزبوط. بقى كتير دارجين هول. هلا حنحكي عن هول الثلاثه ترند لانه اخذناهم كمان من الكروز، بقيوا معنا بالفول وينتر. بقيوا معنا الفول وينتر.
مبروك الألم نيفين. مبروك لهيك أخذته من قدامه. يلا شو بدك نبلش بالصور؟ نبلش بدكم شوي بالصور لنشوف من كان كمان. خلينا نبلش بالصور لناخذ فكرة عن الفاشن. أوكي هول السوش كنا عم نحكي كمان الكتير كتير كتير كبار. أوكي. هيدا جورجيو أرماني لوك كمان مثل ما حكينا كمان بالتاشا بالكروس كولكشن. بالXL. إنه XL ديتش كمان التوكسيدو. بقى بقيت معنا الفول وينتر إنه حنشوف إنه قديش في كونتينيتي بالفاشن يعني السيزن من فول وينتر للكروز للسبرينج سمر بدلوا على زيت التام على زيت الخطوط بس بغيروا بألوان الفابريك بغيروا شوي بالسايزز يعني بدل مين دي تيم هو زيته بس بغيروا كنا عم نشوف الباستيل والهيدا الألوان هلا بروسيل هلا جراي هلا جراي مزبوط 100% وهلا حنشوف بعد هيدا جيفانشي حلو هالستايل كثير حلو هيدا جيفانشي 100% ليك قديش كبير الجاكيت وليك البانت حتى هلا كثير درج حنشوفه على المنكان كثير درج الخصر عالي والاكس ال بانتس يعني هلا قد ايه درج الجاكيت الواسعه درج البانتس الواسع بقى والساك الاحمر كلاتش الاحمر 100% مزبوط 100% مسبق عليه بقى هيدا كثير درج جيفانشي انه كمان التوكسيدو بس الاكس ال والاكس ال بانتس هلا كثير درج كل ما توسعوا البانتس كل ما ادرى شيء يعني كل ما يكون بانتلونكم واسع كل ما يكون يعني نحن كتير دارين عن جد وجربوا الهاي ويست لأنه كتير واسع وإذا كان لو ويست بيطلع قصير وعريض بده يكون تعلو الويست وواسع ليبين بروبورشنت يعني ليبين عريض بعد ما شي عنا إغماس هيدا إغماس كمان عم تشوف ده XL pants قديش كتير دارج AJ على أوف وايت وقديش XL جاكيت يعني زيت الكروز كولكشن بقيوا فيها للفول وينتر بس كتير كبروا البانتس قبل شفنا كولاخ باستيل هلا عم تشوف اكثر الوان ابيض الوان اكثر رايقه للشتويه يعني ما كثير فيك تلبسي بالشتويه الوان الكتريكال مش معقول طلعنا من كل شيء كلاسيك من كل شيء تعودنا عليه مزبوط الفاشن هالسنه عامله كثير عامله عن جد هيك ستيتمنت تشينج ستيتمنت مش معقول وهلا بعدين كثير لسه هالادويس هيدا مايكل كورس اذا منتبهين على البانتس بايات كمان هي هل حنشوف قصص الطيات ديرجي حنشوف الالكتريكال ديرجي يعني هيدا مايكل كورس كمان البليزر واسعه وكمان البانت واسعه وبس هي بايات يعني كثير كمان هيدا السنه قد ما عندكم بايات تلبسوا بايات وكثير شيء واسع حتى فينا بالنهار ما ايه بس اكثر شوي احلى بالليل يعني ايه لانه بالنهار مع الضوء هيك دي لايت عم تصير فوقها جاكيت يعني فيك تلبسيها بالنهار بس كثير يعني بتكوني قاصد بدك تلفت الانظار يعني ومش مضطرة نيفين وساشا انت كيف ما كان بتجننوا يعني مش مضطرين بايات ابدا للعالم للعالم يبرموا اوكي واخر شيء بنخلص مع درايز فان نوتن هيدي كمان هون حنشوف التوب بايات البنطلون واسع والتكسيدو فوق كمان حلو التوب ايه كثير حلو لك قديش عن جد البايات هالسنه رجع انتو فاشن بس احلى دايما نغطيه بشيء مش دايما يبربي على ما يكون كله بايات مش كله بايات لانه غريبه قال اذا لبزه بالليل اوكي والايفن ما قوي اوكي بنشوف المنكان كمان بنشوف ساشا الموديل اللي بناخذ هالستايل جاهزه معنا هلا الموديل صراحه تعمل كاتوب صغير هلا حنشوف الموديل معنا بنشكر كثير 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 فيلفت هي الاجانس عم تعطينا المنكان بشخص زياد سلامه هلا عم نشوف المنكان داشا قديش هيدا الهاي ويست بانت الهاي ويست هيدا اتبلت قديش واسع على البانتس اللي بسكو هيدا مش بنطلون هيدا بنطلون فوقه بلت بس البنطلون خرده عالي حلو كثير البانت كثير حلو البانتس وحنشوف الكروب توب حكينا قبل كمان عن الكروب توب هلا كمان سر صغير معلومه صغيره انتم مش غربه الكروب التوب هي عادي انا هلا تويت لها اياها لجوا يعني حيالها توب ستريتش فيكم انت تلبسيها انت فيك بايدك تطويها لجوا مزبوط 100% يعني حتى بالفول درج الكروب توب درج بالتخيل بس انا شفنا قبل كنت لبسه فوق ترنش كوت يعني هلا ترنش كوت كثير درج شوي حنشوف بعدين عم بيلبسوا ترنش كوت تحته انجا يعني تحته بس لاجينج وعم بيضلوا بترنش كوت يعني ترنش كوت عم بيكون مثل دريس يعني عم بيلبسوا ترنش كوت از دريس عم بيلبسوا تحته بس لاجينج وذا هاي هيت حيطلع كانه هو لبسه وكمان جانا شفنا يحطوا بلت عليه للترنش كوت اذا مزبوط حطوا بلت من فوقه بس نحن حاطين البلت فوق الهيدا وعم نشوف هلا اتس فينتج حامله فينتج كلتش كريستيان ديور لانه قلنا كمان كثير درج 60s ذا 60 ترند هي ديريتون فوتنا هون هلا الكلتش من 60s عملنا اكس ال بانتس حطينا فينتج جلاسز هن من فيرساتشي هذا الديور عم تشوفه وبقول كثير ميرسي كمان لرموز جورجيا كرمال النكلس اتس بيور جولد وذ دايموندز عليه حلو كثير 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 حلو يعني بدنا ننسى الاكسسوارز كمان بقوه هلا مين دي جورجيز هولي هلا اكسسوار اتس جورجيا هلا كثير درج جولر لانه التيب عم تشوفهم دارجين اكثر سبار دارجين اكثر هيك لوس يعني مجبور
مجبوره تحطي معهم تجور لي هيك اي شيء قطعه ثقيله كثير ثقيله لانه احسن ما تطلع سوبر كثير سبوغ شيء يعني حلو. كمان تكون سبوغ شيك بس نايس هيدي كثير درجه اوكي قبل ما نكفي كمان بالصور معك اللي يسمح لنا مثل العاده ننتقل لبرنامج سيدتي ونتعرف شو مخصصين من فقرات لحلقتهم لليوم مع زميلي رنيم بمسيكي بالخير رنيم تفضلي شكرا ومساء الخير لكم جميعا واسمحوا لنا نعرفكم على فقرات سيدتي لليوم. في حلقتنا اليوم نتكلم عن أهمية العناية بالفم والأسنان في شهر رمضان المبارك. أيضا نتعرف على مسابقة أدبية تهدف لإشعال المنافسة في أوساط الشباب وبنلقي الضوء على مجموعة تطوعية تخدم العمل الإنساني وأيضا نتعرف على إتيكيت السفر والترحال. هذه بعض المواضيع لكن مشاهدينا طبعا كونوا على الموعد بعد قليل على روتانا خليجية لتتابعوا كل ما يهم امرأة وأسرة عربية ومتابعي طبعا ببيروت. استكمالا للحلقة نرجع إلى فريق عمل ببيروت. متابعة طيبة معكم. شكرا رنيم موفقين بحلقتكم لليوم ومنتابع ببيروت مع ليس شدراوس هذي سعود عقل شو عم تعمل شوف المصر لازم نحكي عن موضة الرجال كيشي ستراتش وبينوا المصرز وهيك اذا عندهم المصرز ايه ابدا لازم يلبسوا ستراتش بس موضة الرجال حنخصصهم حلقتين ثلاثة لان في قصص كتير حلوة كتير حلوة عن جد it's a must have يعني يلا بنكفي بالصور لكن معك نكمل مع 60s ترند تبع 60s هون نبلش مع كارفن هلأ ليك الأهم شيء كمان ساشا the A-cut هلأ 60s يعني إيجال it's a short dress بس بيجي من تحت ليكي بليسير يعني دايما إفازي بتشوفي it's A يعني بتشوفي شكله مثل the A-shape يعني دايما لازم يكون إفازي هيدا عم تشوف دراس مع كارفن وشوي اليلو شوي دارج يعني دايما منشوف بالسيكستيز كانوا الألوان شوي هيك like pop أكتر يعني كانوا أكتر روك من هيك بس دايما the A-shape بس شوفي فستان قصير إنه A-shape هيدا it's 60s يعني كتير هيدا السنة دارج نفوت vintage مع حالة دراس نلبسه هيدا كارفن بعد شوي حنشوف جوتشي كمان هلا حنشوف كل هول ال 60s مينلي محصولين بذا اي شيب كات يعني شفنا بكل الران ويز هيدا الاي شيب دريس ذا شورت دريس ذا اي شيب اللي جاي كثير كثير على الموضه فيري فينتج وهلا شوي راحوا على اليلو بعد شوي حنشوف غير لون بس حلو كثير هاللون وشو بالنسبه للبوتس انه ما بين كثير فرق كثير حلو يعني قصير الفستان بس البوتس عالي البوتس عالو اتس تيبيكلي ذا 60s هون كمان عم تشوف بوتس عالي ساشا كمان عم تشوفه مع جوتشي بقى كتير كمان اي يعني اذا بنشوف كمان هيدا دراس قصير هيدا دراس من عند جوتشي وكمان مفتوح شوي على صدره دائما هلا كتير دارج مثل ما قلت انت ساشا البوتين يكون من الركبه وحتى قد انه اقسم ركبه او اقسم من الركبه كيف ما كان بوتين هيدا سنه دارج بس كتير حلوين هون كتير حلوين لانه كتير رجعت الريترو يعني قبل شفنا هديك سنه شفنا 70s قبلها شفنا 90s هيدا سنه عاتوا 60s حقها ومين اللي اتس شو الدريس دائما بيكون شوي قصير ايفازي ليعطي هيدا الفيمينيتي هيدا فالنتينو فالنتينو طلع شوي من الاصفر واستعمل اكثر الالوان يعني البينك مع دبلات بس كمان ذا سيركل شيب هيدا اتس تيبيكلي ذا 60s يعني ذا تيبيكلي ريترو يعني هيدا يعني القماشه اتس فيري ريترو كمان شفنا ذا دريس الشورت انا نيكي كمان بقى وبعدين حنخلص كمان مع لوي فيتون بعد فالنتينو لوي فيتون كتير حلو انا هلا كتير حلو كتير حلو هلا كمان كنت صرنا عم نقول ساشا ذا وايت دريس نيفين از ذا نيو بلاك قديش دارج ذا بلاك دريس كل العالم تحكي عن ذا بلاك دريس هلا هيدا السنه بالفول دارج هلا ذا وايت دريس ذا وايت از ذا نيو بلاك يعني هلا ذا وايت دريس از ذا كومينج ترند تو بي كيف ما تلبسي ذا وايت دريس هو دارج هيدا السنه دارج يعني انا اليوم كيف ما كان كوانتييت بجنن كل يوم خلص اوكي كمان رح نشوف الموديل صارت جاهزه الموديل معنا صارت جاهزه عم نشوف هيدا نفسي كمان ات 60s هيدا دريس كمان شارينه مع زارا سوبر يعني كثير رخيص فيري لو بادجت يعني رنيه مع لوي فيتون هلا انا هون اذا انتبهنا البالت انا جبته هي مثل ماشي كافات انا ربطت لها اياه وشديته بس ليصير عامل ذا اي شيب تبعنا اذا عن جد تطلع فيها للمانكان اولينا من فيلفت كمان منشوف قديش كثير فات يعني حتى نيلا جون وهيدا اتس فينتج باك لوي فيتون واللينات فيرساتشي تنشوف قديش عن جد اتس تيبيكلي ذا 60s هلا ما قدرت تقدير والسيركل كمان ايه مزبوط هلا هيدا عم نقرنا شوي فيه تخيلي انه من عند زارا ببادجت يعني ما وصلنا ل 50 دولار اكيد عملنا شوي كومبيرد للوي فيتون الرنوي وهيك في الكل يلبسوا على الموضة اباوت ذا بيلت يعني حاطط لي على خصره وشديته عطانا الاي شيب هو حدد هو كان مينلي ستريت لاين كان الدرس بس
شديت لي شوي زياده على خاصه بس ناخذ هذه الاشياء بيعطي الاشياء حطينا الجانيت مع الفينتج باج صرنا فتنا بالسيكستيز مود حلو كثير هيدا اتساماليسا شوز يعني رابر كله اتواز اول بلاك اند وايت مع سبيشلي ذا برنت هيك رجعتنا شوي للسيكستيز صح اوكي بعد عنا تقريبا 3 دقائق الياس رح نتابع كمان مع موضة خريف 2014 منبلش كمان بالصور اوكي هلا هول الصور هولي لونج يانز هون الدارج دوايت مثل ما انتبهنا نيفين بس هلا كثير دارج هالسنه للفوق انتم قلت لكم الكنزل سوبر كبيره هلا حنشوف على الران هيدي كلها فرد كنزي تخيلي بتدفي مزبوط وهيدي اكني وسيلين هلا اذا بدكم فينا قطعهم شوي بسرعه لانه ما عاد عندنا وقت كثير هيدي سيلين حنشوف كل الفابريك هلا كل هول كنزات حتى الفانتس هو منشوف اوكي كثير هيدي السنه دارج ذا وول يعني كثير دارج الماتيريال الفابريك يكون صوف كثير طويله وهدله هيدي عند كلوي هول حلوين كثير حلوين هيدي لبس سكورت تحتها ات كلوي لبس سكورت تحتها هيك موسين هيك فلوتينج يعني خفيفه بتطير بس هيك قديش هيفي فوق البيك البيك يعني كثير حلوه ومش حلوه بس ما بعرف ما لقيت لانه الكالرز يمكن لابقين مع بعض ما في شيء هيك اثر ايه ما في شيء اثر بس انه بتضعف أيه. هلا هيدي مثل ما قلنا هولي هيدا ايدن اوكي كمان اتس بانت واذا انتبهت ساشا الاسبادغي هذيك مره شوي ما كثير حبيت ايه استغربت الموضوع الكروس كولكشن هيدا السنه مثل ما قالت لي نيفين عم تظهر الاسبادغي رجع الاسبادغي بقى معنا للفول وينتر 2015 بقى هلا ما بقى في اطلع هون بالاسبادري كمان بلا هيدا مارك جيكوب خلص اذا بتطلع على هول الاسبادري بتعملي هيت يعني اوكي هيدا مارك جيكوبس كمان بعدنا عم نحكي عن زيت ترند اللي هي البول اللي هي الفابريك الاول كثير دارجه كل ما تكبريها كل ما احسن و مينلي هي حلو هاللون انا بحبه ايه تسكن كولر وهيدا هيدا الايكرمان يعني هيدا رجعنا هون شوي على الابل يعني بعدنا بالالوان الهاديه ما في الوان فاقعه لخريف 2015 ايه اكثر الوان شوي ترابيه ايه. عم تشوف يعني سكن كولر عم تشوف هيك الباستيل عم تشوف البني اوف لانه يعني مايندي ولا كولكشن ولا فول كولكشن بيكون فيها الوان قويه صح اللون القوي فيك ساشا تكستري باكسسوار اللي هو بيكون هاند باج يعني بتستعملي هاند باج حمراء مثل ما قالت نيفين مثل ما اوكي الصوره الاخيره وهيدي الصوره الاخيره هيدا الدراس شفناه من سان لوران هيدا دراس كتير غالي هلا حنشوف الموديل اللي قربنا جربنا نقرب على هيدا اللوك هيدا الدرس سان لوران يعني كنا بنعرف قد ايه ران وي فول وينتر قد ايه كثير غالي قد ايه سمعتك اللوك هلا حنشوف مع المكان اين الدرس مع عند جينيفر ب 60 دولار هيدا اتس 60 دولار دريس قربت كثير غالي عن جد ليكي ساشا الالوان مو زيته وفي اسيمتريكال كاتس يعني وطينا البادجت لاكثر من 2000% يعني من 60 دولار اكثر سان لوران يعني عم نحكي بال 10000 دولار وطلوع جبناه تقريبا دلوك هو زيته من عند جينيفر لبسته مع الليجنج للمانكان ولبسنا ذا انكل بوتس يلو اللي هو شفناه كمان كثير دارج بال 60s سو جمعنا تو ترندز ان وان لوك اللي هو ذيس جينيفر دريس نايس على اولينا لبسناها ليجنج اسود تحته هيدا هو شفت اتس فيري هيك اسيمتريكال شيبس مع ذا يلو انكل بوتس اللي هو كمان ذا يلو اتس ذا ات مين كومينج ايتم يعني لنرجع شوي للفينتج ايبوك فينتج ريترو لوك سو مين اللي هيدي البراند تبنيها مثل انه باي فور ليس ساشا لانه حرام يعني انسان اذا في يوفر بالفاشن صح ليش لا انه بدون ما يتكلف هلا مضبوط لانه الواحد كثير بيشتري صحيح كثير بتصور بقى حلو تلمي ليش شدراوي اهلا وسهلا فيك دائما بتفيدنا بكل شيء جديد بعالم الموضه ونشوفك نكست ويك اذا الله راد ليس ميرسي لك ونحن كمان بدونا متشكر متابعتكم انا ونيفين وبكره بنطل عليكم بحلقه جديده من بيروت دائما بتجمعنا نحن وياكم هلا لوقتها تضلكم بالف خير ومع السلامه